يا صباح الهنا وصباح الرزق وصباح النصر النهارده. يعني والله ببقى سعيده الحاجه ان احنا كل نهايه اسبوع لما بيكون عندنا يعني مباراه في الويكند وبتبقى مباراه حاسمه ومباراه قويه للنادي الاهلي بنقول يا رب نيجي يوم الاحد ونقول صباح النصر قد كان. الحمد لله الاهلي فعلا بيشرفنا في كل مباراه والحمد لله احنا ماشيين في خطى ثابته لحد دلوقتي، اللي جاي ان شاء الله كمان يكون احسن. صباح الفل وخلينا كلنا نفرح، وهنفرح بقى كام يوم يعني يومين ثلاثه مش زي كل بطوله وكل ماتش بنفوز فيه نقول ان احنا خلاص لازم نطوي الصفحه ونبص للي قدام. هنبص للي قدام بس من حقنا ان احنا كمان نفرح. صباح الفل على حضراتكم. بونجور يا كريم. بونجور جدا ومش هنقلب الصفحه. مش هنقلبها معاه لغايه ماتش الاياب ان شاء الله هنفضل فرحانين بالزبط. وان شاء الله هيستمر فرحتنا لما هو بعد ماتش الاياب. طبعا ان شاء الله حضراتكم تسعدوا باذن الله بوصول النادي الاهلي للنهائي المتوقع وجوده فيه، ده العادي دايما. وبالنسبه لصباح النصر فانا شايف ان احنا بقالنا فتره ما بنقولش غير صباح النصر، احنا قربنا ننسى صباح الخير وصباح الفل والحاجات دي، فربنا يديمها علينا نعمه النادي الاهلي وانتصاراته وتشريفه لينا في كل مكان وانه دايما عند حسن ظننا. صباح الفل على كل حضراتكم واهلا بكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد النهارده عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه يخص النادي الاهلي فيما يتعلق باللي فات وما هو اتي بإذن الرحمن. بالمناسبة الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة هيكون عندنا فيها فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هتكون مع الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي وهنتكلم معاه يعني عن ألعاب الصالات في النادي الأهلي ومباريات نهائي السلة في بطولة دوري السوبر للمحترفين وكمان بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد اللي بيستضيفها النادي الأهلي، وتاني الفقرات هتكون مع الأستاذ كريم فضل الناقد الرياضي وطبعا هنتكلم معاه بقى عن الأهلي ودوري أبطال إفريقيا. فأهلا بكل حضراتكم. شوف يا كريم احنا النهارده بنفرح مش بس عشان النتيجه والفوز، لا هي نتيجه غير مسبوقه. يعني لما تيجي تتكلم عن فريق الترجي، فريق الترجي ما اعتقدش ان هو اتعمل فيه السكور ده من اي فريق اخر. فانت لما تيجي تتكلم مباراه ناجحه جدا، كانت كمان مباراه اكثر من رائعه فنيا، وفي نفس الوقت النتيجه، وفي نفس الوقت مش على ارضك، وفي نفس الوقت حتى لو مش وسط جمهور المنافس بس برضو الاجواء كلها مش اللي هي الاجواء بتاعت بيتك، فما بالك ان شاء الله يا كريم في الاياب. طبعا احنا لسه ما نقدرش نقول ان احنا حققنا المرجو لان لسه في مباراه الاياب، ولكن سو فار زي ما بيقولوا سو جود، مباراه رائعه جدا، حققنا الفوز في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام فريق تقيل. الترجي فريق تقيل جدا. كنت لو حضراتكم فاكرين وانت فاكر يا كريم كنا بنقرا بعض الاراء والتوقعات، ناس كتير كانت قالت لك لا 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 انسى انسى الاهلي والترجي، هتروح هتشوفوا السكور اللي هيجي فيكم ده لو ما كانش هاي سكور. هو كان هاي سكور فعلا بس احنا اللي حققناه. فهي دي النقطه، تالق غير عادي من عندك كذا لعيب يا كريم. الشناوي كان متالق جدا طبعا. بيرس تاو الناس اللي كانت بتشكك فيه مش من جماهير النادي الاهلي، من الخارج كانت تقول لك ايه بيرس تاو ده، ايه الصفقه دي؟ الصفقه دي اللي بترد على الارض، احنا ما عندناش حد بيرد بنفس الاسلوب او بنفس الطريقه، احنا بنرد دايما على الارض. بيرس تاو تالق غير عادي، هدفين رائعين، كهربا هدفين، هدف برضو رائع، لا تالق غير عادي. لعيب الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه زي ما بيتقال، بذلوا مجهود كبير جدا خلال المباراه، ما حسيتش ان في لاعب مثلا في نص المباراه بيتعب بيبطا ما بيديش الطاقه الكامله في الملعب، لا ده ما حصلش. هما نجحوا في تنفيذ كمان تعليمات الجهاز الفني، وكل مره مارسيل كولر بياكد لنا ان هو مدير فني يعني محترف طبعا. الراجل ده طبعا. فعلا عنده فكر، الراجل ده مش بيبص للمباراه فقط، بيبص دايما لقدام، الراجل ده بيقدر ان هو يطلع الافضل في كل لاعب حتى اللي كان مستواهم مش الافضل في الفتره السابقه عن يعني قدومه وبدء عمله في النادي الاهلي، هو قدر ان هو يرجعهم للمستوى اللي كانوا فيه واحسن كمان. ان شاء الله املنا كبير جدا زي ما كنت بقول في الماتش اللي جاي في القاهره، علينا على الفوز ببطوله افريقيا للمره ال 11 يعني طبعا في تاريخ النادي الاهلي. وهي برده بالمناسبه سكور غير مسبوق، لو احنا هنيجي نتكلم عن نقارن نفسنا باقرب منافس لينا يعني ساعتها هنقدر فعلا نحتفل وهنقول مبروك بشكل كامل. المباراه الجايه محتاجه من دلوقتي اجتهاد كبير، دفاع قوي، تخليص الماتش بالتسجيل طبعا من بدايته زي ما الاهلي معودنا في الماتشات الثقيله اللي بيحب ان هو يحسمها من الدقائق الاولى. اعتقد ده هيبقى اسهل كمان يا كريم عشان ما نصعبش الامور على نفسنا على مدار طبعا. المباراه الكره في الاول وفي الاخر زي ما بيتقال ملهاش كبير، ملهاش حسابات منطقيه، مفيش منطق في كره القدم، وده اثبتته الكره العالميه كمان. فلازم نقفل تماما الصفحه دي، بس انتوا اقفلوها كلعيبه وكجهاز فني واداري، احنا كجماهير هنفرح لغايه ان شاء الله مباراه يعني الاياب. كل التوفيق، لكن احنا طبعا بنقول كده بطاقه التاهل للدور النهائي ما زالت برضو معلقه لحد مباراه الاياب. نتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي. متفق معاكي مليون في المية، وخصوصا في الجزء المتعلق بمارسيل كولر، الحقيقة قاد المباراة دي بمنتهى الاحترافية وبمنتهى الاقتدار،
وبالمناسبه حتى من ضمن التصريحات اللي هو ادى بيها في المؤتمر الصحفي اللي كان عقب انتهاء المباراه، اكد ان هو بالنسبه له بيتعامل من منطلق ان النتيجه لغايه دلوقتي لسه 0-0، وان حسم الامور مؤجل لغايه ماتش الاياب ان شاء الله امام الترجي، وباذن الله ان شاء الله كلنا نجد ما يسرنا مش بس في ماتش الاياب ده، كمان في النهائي باذن الرحمن. ماتش كان جميل جدا الحقيقه. طبعا ماتش الذهاب ده ممكن نلخصه في كلمتين: الاداء الرجولي. حقيقه يعني اداء رجولي ظهر من بدايه المباراه، لما يعني بالذات لما بيرسي تاو يعني تالق وسجل الهدف الاول ليه في الدقيقه 8. الاهلي قدم مباراه كبيره جدا قدام فريق الترجي. مباراه الاياب اكيد هتكون صعبه، لان احنا كده كده بغض النظر عن نتيجه ماتش الذهاب احنا في الحالتين بنتكلم على مين؟ بنتكلم على فريق اسمه الترجي، احنا بنتكلم على فريق يعني قوي جدا، منافس قوي، ليه سمعته وليه تاريخه في دوري الابطال كمان بصفه خاصه، ناهيكم عن تواجده في الدوري المحلي في تونس، لا بنتكلم على فريق قوي بغض النظر عن الوضع الاستثنائي اللي حصل في ماتش الذهاب. والتاني ارجع اقول لكم زي ما قال كولر، الاهلي يعني هيدخل مواجهه الاياب على انها مباراه الحسم. كمان ما ننساش نقطه في منتهى الاهميه، يعني الحمد لله الاقدار ساعدتنا كتير في لقاء الذهاب في عدم وجود جماهير في تونس، لكن احنا عندنا الوضع معكوس، ودي نقطه في منتهى الاهميه ان احنا داخلين ماتش اللي جاي ان شاء الله ومعانا سلاح فتاك في منتهى الاهميه، وهو الحضور الجماهيري لجماهير النادي الاهلي اللي دايما بيبقى لها تاثير ايجابي ودايما بيبقى لها مفعول السحر، وخصوصا في النوع ده من المباريات. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا، وان شاء الله نيجي باذن الرحمن نهني برضو ونقول لحضراتكم صباح النصر، ويتواصل بقى صباح النصر ده معانا لغايه ان شاء الله ماتش النهائي باذن الله. كلام محترم، وان شاء الله هيكون حاصل على الارض. لكن برضو امبارح شفنا، او يوم المباراه تحديدا، شفنا بعض المشاهد او سمعنا بعض الاخبار اللي هي برضو خلي بال حضراتكم احنا بنفوز لكن لا نتمنى اي اذى اي ضرر لاي حد في طبعا الفريق المنافس. يعني طبعا امبارح كان في خبر مؤكد بتقديم استقاله طبعا كابتن نبيل معلول المدير الفني للترجي. وعلى بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم على حاجه، كابتن نبيل معلول من المدربين يا كريم لا اللي ليهم قيمه كبيره والتقال جدا والاذكياء جدا طبعًا، واللي بيلعبوا بشكل محترف جدا. يعني هو نجح خليني اقول لحضراتكم فعلا في تقديم عرض قوي برضو امام النادي الاهلي يوم الجمعه. لا كان في لعب كويس جدا، لكن طبعا هي فنيات وهي تفاصيل احنا ما نقدرش ان احنا نقول راينا فيها، لكن خلاص كابتن نبيل معلول طبعا هو اللي قرر ان هو يستقيل من اداره نادي الترجي. واعتقد في ناس مقسومه، في ناس ضد وفي ناس مع، في ناس تقول لك لا ما انت سبب الخساره، في ناس تقول لك المدير الفني ملوش علاقه بخساره مباراه، يعني الراجل مقدم موسم لطيف، الراجل مقدم موسم قوي، لكن ده اللي حصل. الصوره برده اللي اتنشرت وهو حزين بعد المباراه يعني ما كانتش افضل حاجه الصراحه طبعا. ناس كتيره تاثرت، ناس كتيره تعاطفت معاه حتى من مصر، خليني اقول لحضراتكم الصوره بهذا الشكل يعني. لكن على كل حال هو رجل له قيمه كبيره، هو صحيح مدير فني له قيمه كبيره. هو كان كمان نشر كده يعني زي على صفحته الرسميه على فيسبوك، يعني نشر كده ستاتس تقريبا احزنت برضو البعض. هو قال تفهم حزن وخيبه يعني الترجيين من هذه الخساره الصعبه، واعتذر لكافه الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحه ليله امس في قلوب جماهيرنا العريقه. وقال في الفتره الاخيره لم تكن المهمه سهله بالنسبه لي ولبقيه الاطار الفني، لاعبين كمان ايضا لعده اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي، لكنني حاولت بكل ما في وسعي من ايجاد الحلول المناسبه وتجاوز الصعوبات وتحقيق افضل ما يمكن من النتائج. فبص هقول لك على حاجه، برضو البعض ممكن يرى الاستقالة دي بمثابة اعتراف بالخطأ واحترام للذات. يعني في ناس ممكن ما تبقاش هي السبب 100% في المشكلة، لكن في ناس بيبقى عندها عزة النفس اللي هو طالما أنا جزء كبير في المشكلة أنا هنسحب، يبقى أنا مش على قدر المسؤولية. ده شيء يحترم، لكن تاني يحترم بس برضو كابتن نبيل معلول مش مفروض يكون بيفكر بهذا الشكل، لأن هو له تاريخ كبير. يعني هذا الرجل مش مثلا بالصدفة كان مدرب حصلت النتيجة مش حلوة فبينسحب. أنا أعتقد أن في أسباب أخرى كريم ربما هو لمح ليها
في الستاتس بتاعته اللي انا كنت بقراها لحضراتكم دلوقتي، لكن على كل حال بنحترم قراره، لكن نتمنى ليه اكيد الافضل، نتمنى للترجي كمان الافضل، نتمنى ان هم يكونوا على يعني المستوى الافضل كمان، لان طبعا فكره تغيير مدير فني ومباراه طبعا قادمه يعني طبعا فتره بتبقى كريتيكال جدا، نتمنى التوفيق وعايزين نشوف برده مباراه فيها تنافسيه شديده. الحقيقه كل التحيه والتقدير والاحترام لكابتن نبيل معلول، طبعا اسم كبير في دنيا التدريب، وعلى فكره هو من الناس المحبه للنادي الاهلي، ودايما كان بيصرح بمحبته واحترامه وتقديره الكبير للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. وبالمناسبه الصوره الحزينه اللي كلنا شفناها واللي كان في نهايتها كده في كابتن سيد عبد الحفيظ كان توجه وراح قعد جنبه وكلم معاه على سبيل المواساه، روح طبيعيه يعني طبيعي جدا ان هي تكون موجوده ما بين الكيانين دول الاهلي والترجي، وما بين حتى على الصعيد الشخصي والانساني، احنا بنتكلم على انسان محترم جدا كل الناس بتكن له كل التقدير والاحترام. وبالمناسبه بعد الصوره دي اللي كلنا شفناه فيها وهو قاعد حزين وحيدا تماما في هذه الصوره، كتير جدا من جماهير النادي الاهلي كتبت له باللفظ كده ارفع راسك، يعني الناس بتحبك وبتقدرك وبتحترمك. والتفصيل اللي بتتكلم فيها نواند يعني خلت فعلا الناس تتقسم نصين، ليه؟ لان احنا عموما في عالمنا العربي بغض النظر عن مدى يعني صحه الخطوه اللي هو خدها كابتن معلول، لكن احنا ما عندناش ثقافه الاستقاله، احنا اتعودنا لزمان يعني لازمنه طويله لفترات زمنيه طويله. ممكن يبقى في ناس، انا هنا مش بتكلم على شخص بعينه وحتى مش بتكلم على الرياضه بصفه خاصه، بتكلم بشكل عام ان اي شخص في موضع مسؤوليه ياما كانت ناس موجوده في اماكن مسؤولية وكانت خربة الدنيا بالمعنى الحرفي، والناس فاضلها شوية وتقطع شرايينها، يعني كفاية بقى كده، والناس دي ما عندهاش مجرد فكرة ثقافة الاستقالة. فهو راجل محترم وعنده إحساس عالي جدا بالمسؤولية، أكيد ليه مننا كل التقدير والاحترام. برضو عايزين نعرف حضراتكم إن أعلن الاتحاد الدولي، وده خبر لطيف بقى يهم كل الأهلاوية في كل مكان، الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أعلن التصنيف السنوي للأندية اللي شهد للنادي الأهلي تواجد استثنائي ضمن أفضل 5 أندية في العالم. النادي الأهلي بالمركز اللي هو محققه المركز الخامس، هو كده متفوق على عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبيرة. أنا بقول لحضراتكم فرق كبيرة من عينة برشلونة من عينة بايرن ميونخ، احتل النادي الأهلي المركز الخامس ب 228 نقطة، طب متفوقا على بايرن ميونخ الألماني اللي كان في المركز ال 11 وبرشلونة الإسباني اللي في المركز ال 24، في حين جاء نادي الزمالك في المركز ال 47 وبيراميدز في المركز ال 59 وفيوتشر في المركز ال 97. الأهلي بيتصدر تصنيف القارة إفريقيا وبيأتي خلفه طبعا الوداد المغربي في المركز ال 38 عفوا في المركز ال 30 على مستوى العالم. حاجة تدعو للفخر، حاجة تدعو للإحساس فعلا بالسعادة الغامرة أن أنت وحضرتك وحضرتي وحضرتها بننتمي كلنا لهذا الكيان المحترم جدا والمقدر جدا عالميا، ومش كلامنا، الاتحاد الدولي لكرة القدم هو اللي بيأكد هذا الكلام. بس الرانكينج اللي احنا واصلين له والمستوى اللي احنا واصلين له، ناس كتيره كانت امبارح تحديدا الله اصل في حاجات بتضحك، يعني في ناس كتير كانت الخبر كان بمثابه انهيار بالنسبه لهم. انا كلم حضرتكم بجد، في ناس عملت فيديوهات فيديوهات تضحك، يعني على فكره الفيديوهات او الانتقادات او الكومنتس اللي هي بتبقى فيها نوع من هو الاهلي ليه عامل كده، هو الاهلي ليه دايما بيفوز، هو الاهلي حظه حلو، حتى الناس اللي بتقول لك اصل ده حظ ملوش علاقه بالفنيات مش علاقه باداره كامله ناجحه، ما بيزعلناش يعني، بالعكس احنا بنحس قد ايه هم نفسهم يبقوا زينا، بتكلم في العموم. لكن في الاول وفي الاخر ده خبر لازم يشرفنا، ده خبر لازم يسعدنا، لان في الاول وفي الاخر دايما الاهلي لما بتيجي تتكلم في الكرة المصرية أو الإفريقية هو اللي بيبقى متواجد، هو اللي بيبقى بيعبر عن مصر، ممكن يعبر عن القارة الإفريقية، فحاجة زي كده وبنتكلم حاجة عالمية، يعني مش حاجة محلية إفريقية عربية، حاجة عالمية ترتيب عالمي، أعتقد ده شيء يشرفنا جميعا، لازم كلنا نبقى سعداء. وعلى فكرة يعني لو كان في حاجة منافسة أو نادي منافس هو اللي أخد كنا هنفرح، بس كنا هنقول عايزين نبقى زيه، كنا هنقول مش هنهدى غير لما نبقى زيه، لأن ده دايما الناجح، ناجح لما حد بيتفوق عليه، خلينا نقولها بهذا الشكل، بيبقى عايز يبقى زيه، مش بيحاول يهده خالص، انا عايز الله انا عايز ابقى كده. فده ده ده الوضع، ده الحال اللي احنا المفروض نكون فيه. على كل حال سعداء باللي حصل، كلام من امبارح كان جميل جدا على السوشيال ميديا كريم، لو انت تابعت الصحف كتبت كلام محترم جدا، الناس فرحانه بالنادي الاهلي، مش شرط يكونوا اهلاويه بس، بكلم حضراتكم بجد خشوا شوفوا بالظبط ايه اللي اتقال، فحاجه مشرفه، حاجه مشرفه ان احنا
احنا نشوف النادي بتاعنا بهذا الشكل كمان بيعتلي رانكينجز عالميه يعني يوم عن يوم او سنه عن سنه اعلى من اللي قبلها، فده شيء اكيد بيسعدنا ويترجم ان ده نجاح منظومه كامله، نجاح منظومه كامله بتصب فيها بطولات، بتصب في نتائج، بتصب في زي ما حضراتكم بتشوفوا كده رانكينجز عالميه كمان بنوصل ليها. فيعني على ذكر الناس يا نهاد اللي بتقعد تكتب على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد بيقعد يطق حنك طبقا لمنظوره او رؤيته للموضوع ككل، انا فاكر كويس جدا بعد الماتش اللي الاهلي خسر فيه 5 من سان داونز كذا حد كتب او ناس كتير كتبت ما معناه مشوا اللعيبه. طب لو ما كانش النادي الاهلي ده نادي، هو النادي الاهلي يعني بادارته برؤيته للامور وبتأنيه وبشغله بفكر ممنهج واستراتيجي، لو كانوا عملوا كده كان هيبقى النادي الاهلي بيوصل للمباراه النهائيه للمره الرابعه على التوالي، ودي حاجه بتحصل للمره الثانيه، ما حصلت قبل كده زمان مع مستر مانويل جوزيه وبتتكرر حاليا هذه الايام. ف يعني النادي الاهلي كيان محترم قوي، كيان مظبوط قوي، مش بيشتغل بشكل عشوائي، بيشتغل بشكل فعلا ممنهج، وكل شخص موجود في مكانه هو شخص جدير تماما بوجوده في هذا المكان، واكيد بيمثل اضافه كبيره جدا. وفي الاول في الاخر انت لما تيجي تتكلم عن الكيان اللي انت بتنتمي ليه او النادي اللي انت بتشجعه انت بتتكلم مش بيزد على رايك الشخصي، بتتكلم بيزد على ارقام. يعني مش احنا بنطلع حاجه عن نفسنا، احنا بنتكلم بيزد على ارقام، فدي نقطه فارقه بشكل كبير جدا عن اي حد. النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها كمان يا كريم ان قصه ان انت دايما باصص لنفسك، دايما باصص لنفسك انت، ما فيش فارق معاك مين بيقول عليك ايه، برضو من سمات الشخص او الكيان الناجح فيش معاك ابدا، لان اللي هيتكلم ده بيتكلم بيحاول يحبطك، بيحاول ان هو ياخرك، بيحاول يوصلك مش عارف، فبيحاول ان هو يرجعك لورا. احنا مش كده، احنا ما بنبصش للامور كده، احنا مكملين. فعشان كده دايما لا نلتفت، رغم الناس كتير على فكره يا كريم مثلا على السوشيال ميديا يقول لك انتوا ما بتطلعوش تردوا ليه، احنا ما بنردش بنفس الاسلوب، احنا لا يعني نسلك نفس الطريقه ابدا، احنا ما بنعملش كده. الرد دايما بتاع النادي الاهلي بيبقى على الارض. وبالمناسبه النقطه اللي انت بتتكلم فيها، عادي على فكره ان انت تخسر مباراه، عادي ان انت تخسر بطوله، ما هو ما فيش حد في الدنيا، هتقولي فريق واحد في الدنيا، واتحدى اي حد بيتفرج علينا دلوقتي، فريق واحد في الدنيا في العالم على مدار التاريخ ده كله حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها بيكسب بس، مستحيل مستحيل. فده العادي، مش مشكله اخسر، مش فارقه اخسر واقع، بس ارجع اقف على رجلي وارجع اقف على رجلي بسرعه، هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي برضو بلغه الارقام والتاريخ مش بلغتنا احنا. خلينا كمان ننتقل بقى لحاجه اخرى وهنرجع لملف كره القدم لان في كلام كتير جدا. اوه طبعا اكيد هنتكلم مع حضرتك. لا واللي انت بتقوليه ده كمان يعني عايز اقول لك انت بتفتحي باب، يعني في كلام كتير قوي يتقال في هذا الاطار على كل الاصعده، وعلى فكره مش بس فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم، حتى على صعيد مجلس الاداره، حتى على صعيد رؤساء البعثات، مره يكون الاستاذ ضماطي، مره يكون الاستاذ عمرو فاروق، مره يكون الاستاذ مهند، وكل مره يعني لازم يكون بقيه الاطراف بيبعتوا رسائل تهنئه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبيتمنى لهم المزيد من النجاحات والتوفيق. فكره التدوير، فكره الروتيشن حاصله على كل المستويات وعلى كل الاصعده. بالنسبه لموضوع قناه النادي الاهلي، فقناه النادي الاهلي من اول يوم تم افتتاحها فيه الحقيقه، ودي شهاده بيشهد بها قاسي والداني، بتترفع في كتير جدا من الاحيان عن ان هي تدخل في معارك ملهاش لازمه. في ناس بتحب تحارب طواحين الهوى وخصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لو احنا كقناه الاهلي او المسؤولين عن قناه الاهلي او منسوبي القناه بشكل عام، كل واحد هيدي ودنه لاي كلمتين بيتقالوا او حد بيطق حنك على السوشيال ميديا، فنطلع لمجرد ان احنا نبقى عاملين ترند او ان احنا نثير جدل ما ينتج عنه ارتفاع ملحوظ في نسب المشاهده، عمر ده ما كان تكنيك النادي الاهلي ولا قناه النادي الاهلي، ودي كانت كلمه حق لازم تتقال الحقيقه. ف يعني عشان ما ناخدش وقت طويل في الحته دي، خش بينا على بقيه الاخبار. هنرجع للنقطه دي مره ثانيه زي ما بنقول لحضراتكم طبعا، وهنتكلم بالتفصيل لان كمان عندنا فتره قويه جدا واكيد فيها كلام كتير في الفقره ان شاء الله هتكون الاولى معانا النهارده. خلينا ننتقل لملف اخر، وملف برضو يعني جيد جدا بصراحه لان كانت معانا الفقره دي الاسبوع اللي فات، واتكلمنا باستفاضه طبعا يعني عن بطوله الشطرنج او بطوله افريقيا الفرديه للشطرنج للسيدات ورجال طبعا، اختتمت امبارح وكانت منطلقة من يوم 6 مايو لغاية يعني أمس، ومشاركة هنا بنتكلم 100 لاعب ولاعبة من 24 دولة إفريقية، برضو كانت بطولة كبيرة جدا. كنا بنقول هل احنا هنقدر ان احنا ننافس ولا لا، نافسنا بقوة. وعايز اقول لحضراتكم كمان حصل آدم فوزي لاعب منتخب مصر على المركز الأول، وجت كمان لينا ناصر لاعبة الجزائر في المركز الثاني، وباسم أمين على المركز الثالث. فأنت بتتكلم ان احنا مركز أول، قلنا الكلام ده الأسبوع
اللي فات قلنا هل هنستطيع ان احنا نفوز بالمركز الاول، كان دكتور هشام معانا لو انت فاكر رئيس الاتحاد طبعا، وقال لنا هنقدر نفوز بالمركز الاول. احنا الشطرنج تحديدا هذه الرياضه متالقين فيها بشكل كبير جدا، وعندنا لعيبه عندهم بوتنشال رائع جدا، وكان وقتها انا فاكره قال لنا من مختلف الكليات والجامعات وغيره والمجالات كمان، يعني في دكاتره وفي محامين ومهندسين وغيره وغيره بيلعبوا بشكل احترافي هذه يعني اللعبه. خلينا نتابع ونرجع نكمل. مرحبا بكم في حفل ختام بطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2023. ألعب شطرنج منذ كان عندي 7 سنوات، تحصلت الآن على في مصر على البطولة الإفريقية للأكابر بهزيمة واحدة فقط، وتحصلت كذلك على لقب WGM Women Grand Master، وأطمح طموح المستقبلي أطمح لي اللعب جيد في كأس العالم في شهر جولاي. بالنسبة للبطولة، يعني البطولة لما أقيمت في مصر هي من أقوى البطولات يعني من الناحية الفنية، لأنه كان حضور جميع اللاعبين المصريين وهم الأقوى في إفريقيا مثل باسم وعدلي وبقية الجراند ماستر حتى في الفتيات. والحمد لله يعني احنا المشاركه تاعنا كذلك كانت في المستوى وحققنا نصف الميداليات، يعني اخذنا 50% من الميداليات مناصفه مع باس. الحمد لله طبعا البطوله كانت قويه جدا، المنافسه كانت صعبه، 9 جولات يعني طوال، بطوله مجهده جدا، الضغط العصبي بيبقى قوي جدا اثناء البطوله، فالواحد اكيد بيبقى مرتاح اول ما البطوله تخلص. الحمد لله يعني ربنا كرمني بالمركز الثالث، يعني اكيد مش النتيجه اللي كنت اتمناها، لكن الحمد لله يعني اول حاجه البطوله ما طلعتش من مصر، الحمد لله فاز بيها الاستاذ دولي ادهم فوزي طبعا ببارك له. المركز الثاني كان لاعب بلال الحسن من الجزائر، ادى بطوله قويه جدا برده وعمل نتيجه ممتازه. طبعا التحضير للبطولات في مصر بالذات طالما البطوله موجوده هنا بيكون قبلها بحوالي شهر مثلا في المتوسط، تحضير على مواقف معينه، مراحل الشطرنج المختلفه، كان افتتاح او وسط الدور او النهايات، بيكون على ساعات معين، وبس بيكون مثلا كل يوم او كل او يوم ويوم مثلا بتمرن. والبطولات الجايه ان شاء الله في بطوله في الامارات الاسبوع الجاي باذن الله في الشارقه وفي دبي، وبعدها بطوله كاس العالم شهر 8. الحمد لله بطوله افريقيا للشطرنج رجال وسيدات المؤهله لكاس العالم احنا عملنا قبل كده في مصر 2015، بس المره دي المشاركه اكبر وعدد المشاركين كدول 103 دوله مقارنة ب 16 دولة السنة اللي فاتت في نيجيريا، عندنا 103 لاعب برضه مقارنة ب 79 لاعب في نيجيريا. الحمد لله من ناحية عدد اللعيبة ومن ناحية الأساتذة الكبار الجراند ماستر والانترناشونال ماستر المشاركين وأبطال مصر كلهم مشاركين، والحمد لله البطولة المرة دي شهدت بطل جديد اللي هو آدم فوزي، ده لاعب سكندري وواعد جدا، واحنا الحمد لله في الاتحاد متبنيينه من 2016 يعني من حوالي 7 سنوات، وبنديله فرصه يلعب، يعني اداني فرصه يلعب مع باسم اللي هو ابطال بتوعنا باسم واحمد عدلي الابطال المشهورين، لعب معاهم وهو عنده 16 سنه ولعب معاهم المنتخب الاول وعنده 16 سنه ودي عمرها ما حصلت قبل كده، الحمد لله قدر يتطور خلال 7 سنوات لغايه ما فرحنا النهارده وكسب البطوله في ظل وجود احمد عدلي وباسم بيلعبوا في البطوله، لكن هو قدر يتفوق عليهم الحمد لله وعلى كل اللاعبين المشاركين. اتمنى لكم ان شاء الله الفتره اللي قضيتوها في مصر تبقى فتره ممتعه. برضه عندنا المزيد من الاخبار الحلوة المفرحة لكل حضراتكم. نجح منتخب مصر لناشئات التنس تحت سن 14 سنة في التأهل إلى بطولة كأس العالم، ده طبعا بعد ما توجوا بلقب بطولة إفريقيا، فازوا بالمباراة الأخيرة في البطولة على تونس بنتيجة 2-1، وبكده يكونوا حققوا العلامة الكاملة برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، طبعا إنجاز كبير جدا وضروري جدا طبعا إن احنا نستعد بقى يعني لكأس العالم ونواصل تحقيق الانتصارات وتشريف لعبة التنس بصفة خاصة وأكيد الرياضة المصرية بشكل عام. وحلو قوي لما تكون النجاحات دي حاصلة من الأعمار الصغيرة نسبيا، دي حاجة مطمئنة تورينا إن احنا إن شاء الله بصدد أجيال مستقبلية هي كمان هيكون عندها قدرة على تشريف الرياضة المصرية في كل المحافل الدولية، فمليون مبروك. بص احنا لو أنت تفتكر زمان شوية يعني فوق 10 سنين نقول 20 سنة كده بقت زمان، أصل لغاية 10 سنين كان ماشي الحال 15 20 سنة مثلا، بجد ما كانش فيه الكلام ده خالص، يعني ما كانش فيه عندك يا كريم الحديث عن تألق للاعبين واللاعبات المصريين وتحديدا طبعا اللاعبات المصريين في مختلف رياضات، كان عندك السكواش، كان عندك فريق المنتخب بتاعك، يعني كان اهو شويه كان في بعض الاجيال فيه اللي كانت يعني متألقه وكان شويه المنتخب بيعمل انجازات كمنتخب يعني كره القدم، وممكن رياضه او اتنين فقط، ما كانش فيه كم اللاعبين ده، ما كانش فيه كم البطولات ده، كم الجوائز دي، ما كانش فيه البوتنشال ده، فما كانش فيه كمان خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه لحضراتكم، ما كانش فيه الاهتمام الاعلامي
بالشكل اللي دلوقتي، فمنظومة كاملة حصل فيها طفرة كبيرة يا كريم لأسباب كتيرة، وطبعا اهتمام هنقول قيادة سياسية من الأول للآخر، لأن دايما القرار بيجي من فوق وبعد كده بيبتدي الموضوع يبقى زي ما بيتقال إيه، مش هنقول فرض لكن بيبقى فيه اهتمام أكبر. فده حاصل، فكرة الرياضة النسائية حاصل. لو هتيجي تتكلم في مجموع كمان يا كريم الطفرة اللي حصلت في الرياضات المختلفة في مصر هتلاقي طبعا معظمها، وبقول لحضراتكم تاني أنا أي حاجة أنا وكريم هنقولها وأي إعلامي بيبقى مسؤول عن كلامه، حضراتكم روحوا وتأكدوا بنفسكم، بيبقى سببها النادي الأهلي. النادي الأهلي، لأن معظم اللاعبين اللي في المنتخبات في الرياضات المختلفة من النادي الأهلي طبعا. فده إنجاز كبير، ده إنجاز كبير جدا حاصل، فلازم نفخر بيه كأهلوية وكمصريين طبعا. فلا، وكمان إضافة للخبر اللي أنت بتتكلم بيه، خلينا نروح حضراتكم الفئة، الفئة دي كنا مش هقول بقى من 20 سنة، من زمان هقول من 5 سنين، هقول من 10 سنين ما كناش نسمع عنهم، ما كناش نشوفهم إلا اللي متابع بقى قوي، إلا اللي بيعافر قوي عشان يوصل. فاز امبارح اللاعب إبراهيم بدر بالميدالية الفضية في بنتكلم في رمي القرص، وجمعة أيضا عبد الحميد بالميدالية البرونزية ببطولة، هنا إيه بقى الجائزة الكبرى لألعاب القوة البارالمبية. انت بتتكلم عن ابطال بارالمبيين بيروحوا بيمثلوك في محافل دوليه وبيفوزوا، هي البطوله دي مقامه في ايطاليا اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي. هو كده وصل بقى، لو هنتكلم في الاجمالي او بلغه الارقام، عدد الميداليات اللي حصل عليها المنتخب المصري حتى الان نتكلم البارالمبي 8 ميداليات و4 ذهبيه و2 فضيه و2 برونزيه، فحاجه تشرف، حاجه تشرف. الاول في الاخر منتظرين المزيد ان شاء الله من الميداليات، واعتقد ان كل مصري كل مصريه سعداء جدا باي انجاز اي ابطال طبعا على الصعيد يعني الاولمبيات او طبعا البارالمبي، لكن بجد معلش انا هنحس ليهم شويه الفئه دي، هم جديرين بالحياه لهم الحق ان احنا ننحس ليهم، لان مش هقول كانت فئه مهمشه ابدا، مش هقول اللفظ ده في مصر، لكن كانت فئه مش واخده الحق الكافي لا اعلاميا لا مجتمعيا، يمكن لا كمان على سبيل الوزارات المعنيه خالص. لكن دلوقتي اصبح الوضع مختلف بشكل كبير جدا، ابطال ما عندهمش حاجه، ما عندكش اي امكانيات. على فكره انت ما عندكش اي امكانيات، ده حقيقي، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة وغيره، لما تيجي تتكلم عن بطل زي ده وما عندوش أي حاجة، مفيش غير إرادة، فالإرادة دي بص في الآخر بتوصلك لبطل، بتوصلك إن أنت بترفع اسم بلدك في محافل دولية وبترجع لنا بميداليات. وهنرجع نقول هذه الجملة مرة تانية والكلام ده مرة تانية، لأن هو ده الواقع لسه ما اتغيرش، هم دول اللي بيمثلونا في البارالمبيات وبيرجعوا لنا بميداليات أكتر من أبطالنا في الأولمبيات. ده مش مجرد أكتر، ومش مرة واثنين وثلاثة، ده على طول. نتمنى الأفضل للاثنين بإذن الله في باريس 2024، وقلنا الكلام ده قبل كده، ولما كنا بنقعد يا كريم مع رؤساء الاتحادات المختلفة وبنقول استعدادات حضراتكم ايه لباريس 2024، مش عايزين نروح تمثيل مشرف، مش عايزين نروح نقول اصل احنا حصلنا اهو الحمد لله على ميداليه زياده عن اولمبياد طوكيو، لا مش ده الغرض ابدا، عايزين نروح نشوف مصر بتحصد اكتر بكتير اضعاف الميداليات، لان دلوقتي بقى فيه اهتمام، امكانيات ماديه، شفنا الثقافه بتتغير، شفنا الشركات دلوقتي السبونسرز بقوا يتجهوا اكتر للرياضيين، قلنا مع احترامنا الشديد والكامل للفنانين وغيره، لكن خلاص ادي الاهتمام ده والاهتمام المادي ده للي يستحقه بجد، للرياضي اللي هو لما هتديله الاهتمام المادي هيقدر ان هو يجيب لك ميداليات لينا كلنا، ما الميداليات دي في الاول وفي الاخر صالح مصر. فانا اتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق في اولمبياد باريس، لكن لازم يكون برضو يا كريم فيه اهتمام اكبر واكبر كل فتره، بس يعني بصراحه الانجاز اللي هم عاملينه لحد دلوقتي حاجه تدعو للفخر وللامانه ده الانجاز المعتاد منهم في كل مره بيكون في اي بعثتين مصريتين مسافرين، بعثه عشان تشارك في الدورات الاولمبيه اللي هي مسافره عشان تشارك فيها، وبعثه ثانيه مشاركه في الدوره البارالمبيه. ما في مره من المرات غير لما بنلاقي ابطالنا، وكلمه ابطال دي مش مبالغه ولا جيست لذيذ مننا ليهم، ده هم فعلا يستحقوا هذا اللقب من كل الزوايا وعلى كل المستويات والاصعده، لكن ما فيش مره بيرجع فيها ابطالنا البارالمبيين غير وهم محملين بميداليات وبصفه خاصه ذهبيه، وكمان محملين باشادات عالميه، ناس كتير جدا بتقف قدام ابطالنا وبيشوفوا كواليتي مختلف، يعني حتى نفس الفئه الموجوده في دول كتيره في العالم ما عندهاش برضو اللي موجود عند أبطالنا. إحنا عندنا القماشة بتاعت أبطالنا دول
يمكن ما فيش منها كتير على مستوى العالم. على مستوى العالم في دول بتقدم كل التسهيلات وكل الصلاحيات وكل اشكال الدعم المادي والمعنوي لابطالهم فبيحققوا بطولات. احنا عندنا ناس ما حدش بيقدم لهم تمن الكلام ده وبيرجعوا بانجازات غير مسبوقه، فبنتمنى لهم اكيد كل التوفيق. وبالمناسبه برضو استكمالا للكلام اللي كانت نهاوند بتقول لحضراتكم عليه فيما يتعلق بمساله الطفره اللي حاصله على مستوى الرياضات المصريه المختلفه، واحنا عشنا فترات زمنيه طويله كان اسمنا او اسم بلدنا بعيد قوي عن المشاركات في المحافل الدوليه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه كان بعيد عن ان احنا ننظم محافل دوليه. الحمد لله الوضع دلوقتي اختلف وتغير 180 درجه. تاكيدا بقى لحته الطفره الملموسه دي برضو عايزين نعرف حضراتكم ان فازت بعثه المنتخب المصري للمواي تاي باربع ميداليات متنوعه في بطوله العالم للكبار اللي اقيمت مؤخرا في مدينه بانكوك بمشاركه 102 دوله. اللي حصل ان ابطالنا حققوا 3 ميداليات فضيه وميداليه برونزيه. فاز اللاعب احمد سامح بالميداليه الفضيه في وزن 45 كيلو، وأحمد ناصف بالميدالية الفضية في وزن 91 كيلو، واللاعبة غادة مبارك بالميدالية الفضية في وزن 75 كيلو، وكمان مي خالد فوزي بالميدالية البرونزية. مليون مبروك لمنتخبنا. كفاية كده ولا إيه؟ عشان أنا خايفة نتحسد. لو عندك حلويات تانية برضه تفرح الناس بيها. تعالى نشوف الطقس بقى. ماشي. تعالى نشوف الطقس ونرجع نكمل مع حضرتك. طيب خلينا ناخد على التليفون طبعا عشان نطمن، دايما بنحب يبقى معانا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيكون معانا على التليفون في أول الأسبوع وفي نهاية الأسبوع عشان نطمن حضراتكم برضه على بدايته ونهايته. يا دكتور محمود بونجور، وخليني أقول لحضرتك حاجة أنا لمستها بقى الصراحة، يعني كنت حضرتك معانا يوم الأربعاء في التليفون أنا فاكرة وقلت لك توقعاتك، قلت لك إن شاء الله متفائل للماتش يوم الجمعة، وقد كان. وكل مرة حضرتك بتبقى معانا قبل، صح؟ قبل ماتش مهم للأهلي بنفوز، فيعني لا كده نكلمك على طول بقى دكتور محمود. يا ريت والله، أنا أكبر مشجعين النادي. أيوه طبعًا إحنا عارفين. طبعًا يعني ربنا وبعدين يعني بيعمل طاقة إيجابية بصراحة. دي حقيقة، دي في ظل أوقات ما بيبقاش في حاجة تسعدك أو تفرحك، فتلاقي كده الأهلي طلع بماتش او بطوله. لا يعني الحمد لله. طبعا حضرتك كنت وقتها طمنتنا على حاله الطقس كمان في تونس، انا فاكره كويس. خلينا بقى نطمن مع حضرتك دلوقتي على بدايه الاسبوع، وهل هنشهد شويه استقرار بقى في فكره ارتفاع درجات الحراره خلاص، ولا لسه الوضع فيه تذبذب شويه؟ اتفضل يا دكتور. طبعا بدايه برحب بحضرتك انا وندو كريم وكل الساده المشاهدين، ويعني الحمد لله احنا في فتره استقرار الاحمد الجويه، الدنيا مستقره شويه، مفيش منخفضات هي تعكر لنا الاجواء، يعني مش هنلاقي اضطراب الفتره الجايه خلال نقدم يعني على مدار الاسبوع، لكن في اختلاف في درجات الحراره كلنا بنحس بيه. وقت الظهيره درجات الحراره فعلا مرتفعه والاجواء تكون حاره واضح زياده في فترات طلوع اشعه الشمس، وهنحس بده برضه يوم الثلاث والاربع اللي بتبقى فيه درجه الحراره ما بين 34. لا هنحس بايه؟ انا مش سامع كويس، معلش. ارتفاع بدرجه ارتفاع الحراره. ارتفاع في الحراره يعني خلال فترات النهار. تمام. يعني يوم الثلاث والاربع اللي هي يعتبر فيها درجه الحراره توصل ما بين 34 ل 35 درجه. فطبعا لكن يعني عايزين نقول في فترات الليل لان الاجواء مختلفه، احنا بدري واحنا خايفين بس بتخرج بعد الفجر. بيحسوا فعلا ان الجو بيحب البروده، وفي اماكن لو في نشاط رياح بيكون الجو بارد كمان. صحيح. فمعلش هنتغير في اصحاب جاكيت معانا واحنا خارجين. طب ليه معلش؟ دي حاجه ليه معلش؟ بالعكس يا ريت يفضل كده والله. على كل حال يعني اقول لحضرتك على حاجه، الاضطرابات اللي بتحصل في الجمهور بيبقى قلقان مش عارف ايه يعمل ايه، حران وفي نفس الوقت بردان، هم حاسين بتوتر. صح صح. خصوصا ان ده ما كانش، لو حضرتك تتفق معايا برضو يا دكتور، ما كانش السنه اللي فاتت في نفس التوقيت الوضع كده قوي، يعني السنه اللي فاتت كان في استقرار اكتر وكان في ارتفاع ملحوظ صبح وبالليل عن السنه دي. ف طبعا احنا دايما يعني عاده لما بنشوف صيف مصر بيخش بدري شويه، يعني بيخش بياخد له شهر ولا حاجه او اكتر من شهر من فصل الربيع. صحيح. لكن الحمد لله حتى الان الاجواء ما تعتبرش اجواء صيفيه، تعتبر الاجواء الربيعيه الفتره الانتقاليه ما بين الشتاء والصيف، فيعني الحمد لله زي ما حضرتك بتقول فعلا نستمتع بالاجواء اللطيفه في فترات الليل والصبح بدري، ونستحمل شويه شويه الحر بتاع الظهر لان ما فيش ارتفاعات لسه بالرطوبه فيها، فالحمد لله لسه ما دخلناش مرحله العرق بقى.
طب وهندخل المرحله دي امتى برضه عشان نبقى عاملين حسابنا يا دكتور محمود؟ ربنا يبعد عننا ده. ما هي جايه جايه، احنا هنروح منها فين؟ طبعا انا مفيش كلام، جايه جايه. مجرد ما يبدا منخفض الهم الموسمي اللي احنا عارفين فصل الصيف يبدا يمتد تاثيره، هو الحمد لله لغايه دلوقتي لم يمتد الى الجزيره العربيه، لكن طبعا مجرد ما ندخل على الجزيره العربيه بنبدا نحس خلاص ان الاجواء الصيفيه بدات تقترب، لان هو طبعا منظر الصوره اللي بيكون واضح جدا. كويس. طب حضرتك ذكرت ان على الفتره اللي هي الفجر الناس طبعا، في ناس كتيره بتنزل وبتسافر وغيره بعد الفجر على طول عشان ظروف شغلهم يعني، فهل هيبقى في برضو شبوره حاجات زي كده الاسبوع ده او اليومين الجايين؟ في شبوره، بس شبوره خفيفه الحمد لله، انا ما حطيتش اعزم فيها، في شبوره طبعا لكنها شبوره خفيفه جدا. كويس. هتكون غير مؤثره ان شاء الله على الطير وعلى سائقي المركبات. فالحمد لله زي ما انت حضرتك في البدايه هنستمتع باجواء ربيعيه خلال هذه الفتره مع بس هو راح جميل. طيب شكرا شكرا ليك يا دكتور محمود على كل حال، يعني تغطيه اكثر من رائعه طبعا كالعاده. طيب على كل حال طبعا زي ما دكتور محمود اتكلم برضو، انا بشوف ان كلنا ملاحظين النقطه دي فعلا، انت كل سنه الوضع بيبقى مختلف، فكره بدايه الموسم اللي هو الجديد خريف صيف غيره بتبقى مختلفه، حتى ما بيبقاش فيه وفقا للي احنا درسناه اللي هو يوم 21 مارس كذا، يوم 21 ديسمبر كذا يعني، وده برده ما اعرفش سببه طبعا العلمي تحديدا ايه، ولكن السنه دي فعلا مختلفه بشكل ملحوظ عن السنه اللي فاتت. احنا كام 14/5 النهارده، 14/5 ده السنه اللي فاتت احنا كنا سيف مليون في الميه خلاص يعني، ما كانش فيه تقلبات زي ما حضراتكم بنشهد دلوقتي. على كل حال اطمنا برضو ان الفترات اللي هي الباكره في الايام اللي جايه مش هيكون فيها اي مشاكل، الناس الطبيعه طبعا شغلها تقدر ان هي تسافر بمنتهى يعني السهوله. على كل حال اكيد اخبارنا برضو ما خلصتش، خلينا نروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. عودة من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نروح شويه للدوري الانجليزي، وطبعا يهمنا جدا ان احنا نتابع كل المستجدات اللي فيه، وخصوصا لما تكون متعلقه بمحمد صلاح. محمد صلاح بكره ان شاء الله طبعا نجم ليفربول، عنده ماتش في منتهى الاهميه امام ليستر سيتي ضمن منافسات الجوله رقم 36 من الدوري الانجليزي الممتاز. ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، اذا نجح محمد صلاح فإنه يسجل هدف أمام ليستر سيتي سيصل بذلك لهدفه رقم 20 في الدوري، ليحقق هذا الإنجاز للموسم الخامس يعني منذ انضمامه لقلعة أنفيلد. طيب احنا لسه بنتكلم عن الدوري الانجليزي، وده اخر خبر معانا في الفقره الخبريه يعني الاولى. هنروح تحديدا للحارس الاسباني ديفيد دخيا، حارس طبعا مانشستر يونايتد، هو بلغه الارقام لما اتحسبت كده وحافظ المفروض حتى هذه اللحظه على شباكه نظيفه في 16 مباراه، وده رقم طبعا كبير جدا، وساهم امبارح تحديدا في فوز فريقه ضد يعني وولفهامبتون بهدفين نظيفين في الدوري الانجليزي. ماتش كان رائع جدا، ماتش كل ماتشات الدوري الانجليزي رائعه جدا يعني. فاحنا بنتكلم برضو كده بيقترب المفروض من الفوز بجائزة القفاز الذهبي، طبعا كذا حد مترشح ليه يعني، عندك طبعا حارس ليفربول مترشح ليه، أرسنال، في كمان نيك بوب حارس نيوكاسل، كلهم أحسن من بعض بالمناسبة، لكن هنشوف في الآخر. هي بتبقى برضو جائزة حلوة جدا نفسه عليها بشكل كبير، عندك في الدوري الإنجليزي تحديدا برضو في أسماء كبيرة جدا كلهم أحسن من بعض زي ما كنت بقول، فهنعرف طبعا مين اللي ممكن إن هو يفوز، لكن دخيا من اقرب الاسماء لحد دلوقتي ان هو ممكن ان هو يفوز 16 مباراه يعني كلين شيت زي ما بيتقال. طبعا امال الدوري الانجليزي ممتاز من شويه وعشان كل اطرافه وكل عناصره الحقيقه اقوى من بعض. على كل الاحوال هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. اهلا بيكم مره ثانيه في 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الموسم الحالي، لان هو موسم مميز قوي الحقيقه في العاب الصالات في النادي الاهلي، شهد حصد العديد من البطولات وده هنتكلم عنه مع حضراتكم بالتفصيل، بجانب طبعا بطولات تانية مختلفة للمنتخبات. كل الكلام ده هيدور مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات وأهلا بيك معانا فارس. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نواند، يعني وحشني كتير ومبسوط معاكم النهارده. يعني بص ده بيتك انت معانا على طول، تحليلاتك طبعا بتكون متميزه كالعاده، وبص انا هخش على العاب الصالات اكيد، بس لازم اتكلم معاك برضو كناقد رياضي على رايك في ماتش الترجي. يعني هل انت كنت من الناس المتوقعه سير المباراه بهذا الشكل، فكره ان مش هقول هاي سكور بس يعني، لكن طبعا 3-0 دي غير مسبوقه مع الترجي، فهل انت كنت شايف المباراه كده؟ يمكن طبعا هو فوز كبير وفوز تاريخي للنادي الاهلي على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا،
يمكن المستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي الموسم ده وحتى الفتره الاخيره كمان مع مستر مارسيل كولر بيحفز الجماهير كلها ان الاهلي بيقرب من لقب دوري ابطال افريقيا المره 11 في تاريخه. يمكن الماتش انا كنت متوقع ان الاهلي يكسب، متوقع الاهلي يكسب 2-1 بصراحه يعني النتيجه بالظبط، لكن ما كنتش متوقع نتيجه اكبر من كده. لكن الترجي طبعا عنده غيابات، بيلعب من غير جمهوره، مستواه حتى السنه دي مش يعني مش الفريق اللي ينافس على دوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا اقوى بمراحل من الترجي، وطبعا يمكن ان الاهلي لعب الترجي في الوقت ده وكمان بدون جمهور في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ده كان حافز النادي الاهلي ان هو يقدر يكسب كمان في عدم وجود جماهير الترجي. الاهلي قدر يسيطر على الماتش طبعا في الشوطين وضيع اكتر من جون، طبعا الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده. طبعا هي نتيجه تاريخيه لان الاهلي اول مره بيكسب في ملعب رايدرز 3-0 او اكتر من هدفين. يمكن الاهلي كسب لكاس الترجي 2-1 في نهائي افريقيا، وكسب قبل كاس صفاقسي التونسي في نفس الملعب، لكن 3-0 كانت نتيجه كبيره. الاهلي سادس مره بيكسب الترجي في ملعب رايدرز، يمكن عشان كانت نتيجه ثقيله فهي القت بظلال ثقيله هي الاخرى على المدير الفني وعلى جماهير الترجي الحقيقه. طبعا لان يمكن نبيل معلول طبعا مدير فني الترجي التونسي ومدير فني قبل كده منتخب تونس استقال بعد المباراه، لان الظروف المحيطه بنادي الترجي سواء من مشاكل اداريه او حتى مشاكل فنيه حتى في الدوري حتى في البطولات كلها، هو الترجي السنه دي مش ده الترجي اللي احنا عارفينه او الفريق اللي كان بطل افريقيا مرتين ورا بعض. لكن الاهلي طبعا فريق قوي جدا، الاهلي بيضم عناصر على اعلى مستوى، مدير فني مستر مارسيل كولر يمكن السنه دي قدر يكسب مباريات كتيره جدا، قدر يكسب فرق كبيره كلها. النهارده النادي الاهلي بيحقق الثلاثيه 3-0 12 مره مع كولر، 12 فريق الاهلي كسبه مع كولر 3-0 يا 3-1 يعني الثلاثيه كمان الغزاره التهديفيه وكمان التنظيم الدفاعي. شايفين الاهلي كانش فيه هجمه على الجون تقريبا في ماتش الترجي، الاهلي كان قوي جدا. كمان الاهلي السنه دي واخد 2 سوبر مع كولر، واخد كاس مصر اول الدوري وعنده مباراه مؤجله ويقدر يحسم الدوري بدري، في تألق كبير مع كولر بشكل كبير. لكن انا بس قبل ما عشان الموضوع ما ياخدش وقت كبير، بس قصه غيابات الترجي مش سبب، لان انت كمان كاهلي كان عندك غيابات كتيره جدا سواء لاسباب فنيه او لاصابات، فهي واحد يعني جيت في الاخر هتلاقيها ميزان واحد. فلا بس فعلا كان في تألق ملحوظ من النادي الاهلي، عارفه لما ترجع كده كان في فتره تراجع شويه، رجعت افضل من الاول كمان مع مدير فني تاني هنرجع نقول حقيقي محترف مارسيل كولر، هذا المدير الفني اللي فعلا مكسب كبير، واكيد احنا كمان مكسب كبير لانه هو يدرب النادي الاهلي، لكن هي وين وين سيتويشن زي ما بتتقال. وده اللي لقيته الصحف التونسيه، لان الصحف التونسيه كانت يعني ما تمناش ان احنا ان الترجي يواجه الاهلي، لان الاهلي بتحول في الادوار الاقصائيه لبعبع، وانت مش على ارضك وكل الاجواء طبعًا. ان الناس كانت قالت لك دي ديس ادفانتج او سبب مش افضل شيء للاهلي، بالعكس احنا دايما بنشوفه كل ما التحدي بيزيد كل ما ده بيبقى لصالح النادي الاهلي، شخصيه البطل بتظهر، شخصيه البطل بتظهر فعلا في الادوار الاقصائيه. وعشان كده النادي الاهلي اي فريق بيواجهه في الادوار الاقصائيه بيبقى عامل له 100 حساب، لان الاهلي طبعا هو اكتر فريق واخد البطوله 10 مرات، نادي تاريخي ونادي القرن في افريقيا، اعتقد شخصيه البطل بتظهر دور عن دور، فعشان كده اي فريق بيواجه الاهلي بيعمل له 1000 حساب. غالبا الفريق ده لما بيكون عارف ان في غيابات مثلا في النادي الاهلي ما بيعولش كتير عليها، لانه عارف كويس قوي ان الموجود هيسد وزياده، يعني لو كان اكرم توفيق موجود، لو كان عمرو السوليه موجود، كريم فؤاد، يعني كريم، يعني غيابات النادي الاهلي الحقيقه عاده ما بنحسش بيها نظرا لان تقريبا كلهم على نفس المستوى، كل واحد فيهم في مركزه، يعني كلهم على نفس المستوى، اكيد دي برضو من ضمن عناصر القوه في النادي الاهلي طبعا. وده اللي عامله مارسيل كولر السنه دي، يمكن انا شايف ان الاهلي ما شاء الله ما شاء الله، يعني مش عايزين نحسد النادي الاهلي، لكن فعلا الاهلي السنه دي ماشي بمستوى حتى من نص الموسم بالذات ماشي بمستوى ثابت. الاهلي في اخر 10 ماتشات او 9 ماتشات داخل فيه جون واحد كمان، التوازن الدفاعي والقوه الدفاعيه اللي عملها النادي الاهلي كولر بعد مباراه سان داونز اللي حصل فيها النتيجه الكبيره، بعدها الاهلي فعلا نظم صفوفه دفاعيا وكولر قدر يلعب الحته دي. انا شايف النادي الاهلي سواء بيلعب عنصر اساسي او احتياطي كولر مجهز الجميع، حتى لما لعيب بيتصاب انا ما بحسش ان الاهلي فيه مشكله، ده كان مش موجود قبل كده، كان قبل كده في لعيب ممكن يفرق. عارف امتى تحديدا كنا حاسين قوي بالمشكله دي؟ اخر فتره يمكن مع موسيماني، دي حقيقه ان فعلا عناصر لما الاهلي بدا يريح اللعيبه وبعد كده بدا يبقى فيه لعيبه فيها اصابات وبتاع، بدانا نقول ان الاهلي فيه مشاكل، لكن دلوقتي مع كولر بصراحه كريم فؤاد صليبي مثلا، اكرم توفيق صليبي، مش عارف مين غايب، لا الاهلي موجود بالظبط. فدي حقيقه، دي حاجه كويسه. خش بينا بقى على العاب الصالات، والاهلي عامل شغل نار بالمعنى الحرفي وبالذات الموسم ده الحقيقه على كل الاصعده وعلى كل المستويات ورجال وسيدات، فايه اللي استجد فنتج عنه هذا التفوق الملحوظ للنادي الاهلي في العاب الصالات؟ انا شهادتي مجروحه في الموضوع ده، لكن لو هقول كلمه السر كابتن خالد العوضي. خالد العوضي هو ابن من ابناء الاهلي، حارس مرمى طبعا نادي الاهلي كره اليد ومنتخب مصر، يمكن
وجوده في النادي الاهلي كمدير نشاط رياضي هي خطوه اتاخرت سنين، ولما جه مدير نشاط رياضي انا كنت متوقع ان الاهلي هيعمل طفره، ما كانتش هتبقى على طول لان طبعا كان في مشاكل كتيره جدا في الفرق. لكن لما جه كابتن خالد العوضي انا قلت اول ملف هيتم تعديله هو ملف كره اليد، وشايفين طبعا موسم استثنائي لكره اليد في النادي الاهلي، دوري وكاس وسوبر افريقي، كاس عالم للانديه، سوبر جلوبال المره الثانيه على التوالي. اه طبعا اكيد اكيد. والكاس كان احلى من كنت في الملعب. هو كله احلى من بعض. كله احلى. لا الكاس الجايزه. اه كان شكله حلو. كنت في ماتش السوبر الافريقي، اتفرجت على الماتش من صاله الامير عبد الله فيصل. يمكن النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا. وجود المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز اللي هو مدير الفني الاسبق لمنتخب مصر غير من شكل فريق السنه دي، جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن محمد ابراهيم ورئيس الجهاز كابتن ياسر لبيب، مش عايز انسى حد، لكن ديفيد ديفيز هو مدرب كبير جدا، مدرب قوي، وفعلا عمل طفره في كره اليد في النادي الاهلي السنه دي. انا شايف ان خالد العوضي وجوده في النادي مع التعاقدات اللي عملها في الفريق او حتى في الجهاز الفني عمل الطفره، زي ما احنا شايفين النادي الاهلي كسب الزمالك للموسم الثاني على التوالي في سوبر افريقيا، تاهل كاس عالم للانديه سوبر كلوب في السعوديه، واخد دوري وكاس بيجمعهم لاول مره من 9 سنين، كمان النادي الاهلي لسه عنده كاس الكؤوس. يعني انا شايف ان النادي الاهلي ماشي كويس جدا في كره اليد بعد سنين من المشاكل شويه. كمان يعني لو اتكلمنا على بقيه الالعاب، الاهلي السنه دي واخد 15 بطوله حتى الان، ولسه عنده النهارده ان شاء الله في فريق السيدات كره السله، كسب ماتشين في البيست اوف 5 في نهائي دوري السوبر، عنده الماتش الثالث النهارده مع الجزيره، لو كسبه هياخد اللقب رسمي. فريق كره السله في سيادات السله الاهلي هو الفريق الوحيد السنه دي في النادي الاهلي الجماعي، طبعا بخلاف كره القدم اللي هو العلامه الكامله، ما خسرش اي بطوله ما شاء الله. فاعتقد كمان لو كسب النهارده كمان الدوري وحسم الدوري بدري كمان هيبقى خد كل بطولات السنه دي. طبعا ده انجاز للاعبات وانجاز للكابتن طارق خيري أكيد. المدير الفني اللي هو مدرب على يعني قدر عالي جدا من الكفاءه طبعا. لو اتكلمنا عن الكره السله رجال، الاهلي طبعا كسب امبارح اتحاد سكندري الماتش الثاني من سلسله النهائي، طبعا 2-1 للنادي الاهلي، اتحاد سكندري كسب الماتش الثاني، الاهلي يكسب الماتش الجاي يوم الماتش الرابع يوم الاثنين الجاي، يحسم دوري السوبر الموسم الثاني على التوالي، ويبدا يخش كمان في المعمعه بقى البطوله افريقيا البال اللي هتبقى في رواندا نهائيات اخر الشهر ده. فاعتقد طبعا موسم كبير جدا للنادي الاهلي، وكنا نتمنى كمان فريق كره الطايره انه يقدر يحقق الدوري والكاس، لكن ان شاء الله السنين الجايه يقدر. هي كانت كبوه لان فريق الطايره خد 5 سنين كل حاجه افريقيا ومحكول للبطولات المحليه والعربيه، فاعتقد ان شاء الله السنه الجايه فريق الطايره يقدر يرجع تاني على رجله ويقدر يحقق بطولات، لانه الماسترز دول طول عمرهم بيشرفوا النادي الاهلي في كل البطولات. فان شاء الله السنه دي هو موسم تاريخي النادي الاهلي، ولسه في مزيد من البطولات شغاله لحد نهايه شهر 5 هيكون الاهلي ان شاء الله حقق اكتر من يعني مش هقول 15، ممكن ان شاء الله يوصل ل 20 بطوله ان شاء الله. حلو جدا. بص يا علي، احنا هنتكلم شويه عن النادي الاهلي والالعاب والصالات، وهنروح برده للمنتخبات المختلفه عندنا والاتحادات المختلفه، لان لازم من دلوقتي نبتدي نركز وعينينا تبقى على باريس 2024 وهذه الاولمبياد اللي كلنا كمصريين كل سنه منها بنقول، او كل بطوله نسخه منها يعني بنقول احنا هنبقى فين، احنا فين من العالم في عدد الميداليات. بصراحه لحد هذه اللحظه ما نقدرش نقول احنا كمصريين فرحانين بالاداء اللي بيحصل او الميداليات اللي بيتم حصدها في الاولمبياد او البارالمبياد، بس طبعا كتر خيرهم في البارالمبياد طبعا يعني، لكن في الاولمبياد هل السبب راجع مشاكل اداريه؟ هل السبب راجع مشاكل ماديه؟ هل السبب راجع ما عنديش البوتنشال الابطال؟ هل السبب راجع ان انا مش عارفه انظم مع الوزارات المعنيه في فكره الدراسه مع الرياضه مع التمرينات مع المعسكرات؟ يعني عايزه احط ايدي انا وكريم على النقاط الاساسيه من وجهه نظرك، طبعا ده ملف بتاعك، علشان نقدر نشوف حلول. يعني احنا بنطرح هنا المشاكل واكيد نفسنا نلاقي حلول ليها. انا لو اتكلمت زي ما حضرتك قلت، لا المواهب موجوده، يعني المشكله مش مشكله مواهب، بالعكس، لان مصر فيها كميه مواهب في كل الالعاب، في رفع الاثقال وفي السباحه وفي الجودو وفي المصارعه وفي التنس، وعندنا كمان في الاسكواش الامكانيات بيقدروا يستمروا. دي حقيقه، احنا في اولمبياد طوكيو واخدين 6 ميداليات. انا لو هتكلم الميداليه الوحيده اللي كان مخطط ليها هي الخماسي الحديث احمد الجندي، الخمسه الباقيين ما كانش مخطط ليهم، وكانت حتى مش محطوطين في جدول الميداليات للمجموعه الاولمبيه المصريه. انا بتكلم بصراحه، لكن لو هنتكلم على الاتحادات اللي شغاله بجد ولازم اشيد بيها هنا على الهواء، اتحاد السلاح المصري برئاسه المهندس عبد المنعم الحسيني، واتحاد الخماسي الحديث برئاسه المهندس شريف العريان، دول اكتر اتحادين بينافسوا في كل المحافل، سواء بقى كاس عالم، بطوله عالم، ناشئين، كبار، شباب، وحتى في الاولمبياد الاثنين جابوا. يمكن السلاح ما جابش من 2012، لكن كان لسه المجلس اللي جاي جديد، ودلوقتي انا شايف ان السلاح المصري وصل لمرحله او بوتنشال قوي جدا، انه ان شاء الله في باريس انا هشوف ميداليه للسلاح المصري. هل بقيه الاتحادات مش بتنافس بنفس الشكل او بنفس القوه زي الاتحادين دول، نظرا لمثلا ندره الموارد عندهم بالمقارنه بالاتحادين دول؟ يعني
سبب التفوق في الاتحادين دول ايه بالمقارنه بقيه الاتحادات؟ لا بالعكس، هو كله واخد نفس الدعم. يعني لو هنتكلم على دعم وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه، كله واخد نفس الدعم كاتحادات، لكن في فرق غير عن رئيس اتحاد او رئيس اتحاد او اتحاد واتحاد. كل اتحاد بيشتغل ازاي، بينمي موارده ازاي، ازاي بيصرف حتى من جيبه، ازاي بي بي يعني بيشجع الابطال، ازاي بيوديهم معسكرات خارجيه. كل اتحاد هو اللي عارف ازاي بيجيب مثلا رعاه، يعني مش كل اتحاد بيتصرف بنفس المنظومة. هم كلهم واخدين نفس الدعم على اختلاف متطلبات كل رياضه منهم على حده. اكيد الرياضات بتحتاج معدات مثلا، بتحتاج اجهزه بالاكتر من غيرها، لكن كل اتحاد عارف ازاي هو بينمي موارده. في اتحاد بيشتغل اكتر من التاني، في اتحاد بيخطط صح. يعني انا شايف اتحاد السلاح والخماسي هما بيخططوا لحد اولمبياد باريس وبعد باريس كمان، يعني بيلعبوا حتى الناس الصغيرين، بيلعبوا بطولات العالم للكبار دلوقتي اللي هم عندهم 16 سنه، عشان بعد كده لما يجي يلعب بطولات العالم للكبار يبقى هو بيجيب ميداليه. يعني لما ياخد ثالث او رابع او خامس دلوقتي، كمان سنتين هيجيب ميداليه بطولات عالم. طب ما ده معناه ان ممكن يبقى في شبه تقصير من اتحادات تانية. طب ما ده انا عشان كده بقول لحضرتك ان الاتحادين دول في رقابيه، ما بتشوف الوضع اللي مش مظبوط ايه وتحاول تعدله. وزاره الرياضه هي اللي ليها الدور الاكبر في الموضوع ده. دكتور اشرف صبحي اكيد بيتابع الملفات دي كلها، لان اكيد اللي احنا بنشوفه الفتره اللي فاتت دي، انا شايف النتائج اللي اتحققت بعد طوكيو في كافه الالعاب بخلاف الخماسي والسلاح لا مش قويه. يمكن انا شايف ان في العاب كتيره جدا مصر تقدر تحقق فيها في اولمبياد باريس، يعني رفع الاثقال ده ملف اهمل كثير جدا بسبب المنشطات. يمكن دلوقتي الدنيا بدات ترجع والحمد لله ما بقاش في مشاكل. المنشطات هي كانت كيس وقعدنا عليها سنين، ما خلاص اتوقفنا يعني ما اتوقفنا ابطالنا. أيوة. ما شاركوش في اولمبياد طوكيو، كنا ممكن، كان محمد دياب ممكن يحقق، ساره سمير كانت ممكن تحقق. للاسف يعني ما كانش الملف برده، كنا مصدومين لحد ما، يعني ما كانش بالشكل اللي طوي. بس كان برده في مشاكل اداريه، وده اللي احنا طبعا اداريا نتفق معاك، وحصل فيها تحقيق من وزاره الرياضه وفي ناس مشيت، وده اللي احنا بنتكلم فيه. لكن لو بنتكلم على بقيه الاتحادات، لا في تقصير في بعض الاتحادات، ولازم يكون في رقابه اكتر من كده من وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه، لان في الاخر الصرف اللي بيتصرف على المواهب في مصر انا مش هقول كبير، بس على الاقل لازم يكون في نتائج موجوده في المحافل العالميه، سواء كاس عالم او بطوله عالم. وشايف ان مصر، والله مصر عندها فعلا كميه مواهب، وبنشوف كمان ناس تطلع بره مصر بتلعب باسماء دول تانية بتجيب ميداليات. ليه؟ لان عندك مواهب، مليانه مواهب كمان مدفونه تحت الرمل ما حدش يعرف عنها حاجه، ولا مركز الشباب ولا بيلعبوا تابعين للاتحادات، ناس بشكل فطري فعلا موهوب. وعشان كده انا بقول لحضرتك مراكز الشباب فيها كميه مواهب مش طبيعيه. عشان كده انا هنا بقول ان مشروع البطل الاولمبي اللي في مصر المفروض بيتعمل من سنين لازم يكون فيه اهتمام ودور فعال اكتر من كده، لان في كميه مواهب في مراكز الشباب في كل الالعاب ممكن تخش اماكن مختلفه. ممكن في كل المحافظات ممكن تخش تجيب ميداليات في بطولات كبيره، وممكن كمان تنافس في اولمبياد كمان 3 4 سنين باقل الامكانيات. طب على ذكر الاولمبياد، في ضوء الفتره اللي فاتت، ايه درجه الطمانه اللي جواك تجاه بعثة مصر اللي هتسافر ان شاء الله وتشارك في يعني الاولمبياد باريس 27؟ الضحكه دي يا رياكشناتك يا رياكشناتك بصراحه شفت تعبير وشك بصراحه. لا كانت طيب الكاميرا لازم تيجي عليه والله، كنت لسه عايز اقول يعني ليه كده يا علي. لا يعني بصراحه في طوكيو انا كنت متفائل اكتر، يعني كنت متفائل وجبنا 6 ميداليات. اي نعم ما كانش كله مخطط ليه، لكن جبنا 6 ميداليات. يمكن لجنه الاولمبيه المصريه او وزاره الرياضه قالوا في الفتره اللي فاتت، من خلال سنه او السنه اللي فاتت دي، قالوا ان شاء الله في باريس هنجيب 10 ميداليات. انا بصراحه مش متوقع ان احنا هنجيب حتى نص اولمبياد. لا 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 ليه؟ طيب لا 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 انا ما انا بصراحه انا وجهه نظري انا مش شايف غير ان السلاح والخماسي ممكن يجيبوا ميداليتين والباقي مش هيجيب، لان انا شايف ان الدول كلها اشتغلت على نفسها اكتر بعد طوكيو، احنا لسه ما عملناش اي حاجه. انا شايف ان احنا نتائجنا الفتره اللي فاتت بتنزل في كل الالعاب، وده اللي مش المطلوب. طب معلش علي، خليني برده انا وكريم نروح معاك عشان الساده برده المتابعين يبقوا على درايه بالصوره كامله. المشكله فين؟ لان في اتحادات شغاله كويس، في اتحادات الوزاره بتوفر لها فلوس وهي بتشتغل على سبونسرز، فالناحيه الماديه في تكفل بها كبير، بوتنشال لعيبه كويسه موجود، لعيبه حصلت قبل كده برضو على بطولات دوليه موجود. فين الازمه؟ يعني ليه بنقول ان في تراجع؟ اللي بنقول ان في تراجع لان في ازمات اداريه في الاتحادات بتاثر على اللعيبه، في مشاكل على طول، وهتفضل بالمناسبه هتفضل على طول، هتفضل خلينا نبقى واقعيين، هتفضل يعني على طول. بس هنفضل احنا كمان على وضعنا ده، احنا هنفضل على طول بالظبط. طب وقفه ايه؟ طب احنا عاملين الفقره دي ليه؟ لا بس قبل كده كان في ازمات هنعملها على طول. قبل كده كان في ازمات بس الابطال كانوا بيحققوا، لان كان في حتى في مستوى. لكن دلوقتي انا شايف ان الازمات موجوده وكمان في تراجع في المستوى. خلي بالك ده احنا لوحدنا في البرنامج ده علي، كل يوم والتاني بنقعد نستعرض انجازات بتتحقق ومشاركات مثمره جدا لمنتخبات، يعني لمنتخبات او لبعثات مصريه في محافل دوليه.
منين كده؟ ده احنا كنا عندنا طاقه من التفاؤل تجاه المشاركه المصريه المره دي في الدوره الاولمبيه اللي جايه. هقول لحضرتك، حضرتك ماشي في انجازات كبيره جدا في بطولات عالميه وبطولات كبار وكل حاجه، بس المستوى الاولمبي حاجه ثانيه وحضرتك عارف ده. اكيد في المستوى الاولمبي انت على الاقل انت بتتعلم بتنافس مثلا كام دوله، لكن في البنت انت بتنافس كام دوله وكل الدول جاهزه ازاي؟ انت للاسف في اتحادات ما عندهاش تخطيط، ده اللي انا بقول لك عليه. في اتحادات عندها تخطيط، يعني انا بقول لك السلاح والخماسي هم عارفين يعملوا ايه في باريس، وعارفين هيجيبوا ميداليه، وعارفين مين اللي هينافس، وعارفين مين الوقت اللي بيحطوا امالهم عليه او مثلا بيعدوه كويس. لكن بقيه الاتحادات لا، اللعيب ده هيروح هيجيب او مش هيجيب، يعني هو وحظه. زي ما حصل في اولمبياد طوكيو، في لعيبه كانت رايحه مش محطوطه اصلا في جدول الميداليه بتاع الاولمبياد الاولمبي اللي هم متوقع ان هم يجيبوا، وفي يعني الاخر هم اللي جابوا ده. الفكره ده شيء يحزن اكتر. طب ما ده يحزن، ما ده انا بقول لحضرتك حقيقي، انا مش شايف ان بس يعني ده على فكره انت بتقوله ده كلام خطير جدا. يعني انا بقول لحضرتك ده اللي حصل فعلا يعني في اولمبياد طوكيو. يعني في اتحادات بعت لعيبه بيمثلوا الرياضه المصريه من زاويه ان ربنا يكرم ان شاء الله. يعني هم بيحققوا مستويات مثلا مع افريقيه او كده، لكن مستوى كبير زي اولمبياد لا، هو هيروح وربنا يكرمه. جاب ميداليه احنا هنهنيه، ما جابش ميداليه خلاص. جاب ميداليه بعسل. دي حقيقه، انا بقول لحضرتك دي حقيقه حصلت، دي حصلت في طوكيو. يعني هو ما فيش ايمان باللعيبه بتاعتنا. لا في ايمان طبعا، كل اتحاد يعني ما لازم ابقى فاهمه انا ليه ما بيبقاش عندي الثقه ان اللاعب بتاعي في الاتحاد بتاعي هيروح يجيب حاجه في اي بطوله حتى لو اولمبياد. أنا ليه ده موجود؟ انا اقول لك حاجه، لما بيجي بيقعد اللجنه الاولمبيه المصريه وزاره الرياضه قبل الاولمبياد اي قبل الدوره الاولمبيه بيقعد مع كل الاتحادات، انت مين اللعيبه اللي عندك اللي انت متوقع وهتجيب كام ميداليه، ودول اللي هيبقى ليهم دعم يعني منهم اللي بيأفور ومنهم اللي بيبقى رياليستك بالعكس بيقلل عشان ما حدش يجي يلومه بالظبط. يعني انا بقول في اتحادات بدون ذكر اسم في اولمبياد طوكيو قالت ان احنا مش هنجيب ولا ميداليه، وراحوا جابوا ميداليه او ميداليتين كمان. ذكاء برضه. لا راحوا جابوا الاتحاد ده بيخزي العيب. قالوا مش هيجيبوا، لكن في اتحاد قال احنا هنجيب وهنعمل، وفي الاخر ما عدوش دور اول. فهي الفكره التخطيط ازاي؟ انت في الاخر مش بس اجهزه فنيه، مش لازم اجيب مدير فني اجنبي عشان اقول ان انا اجيب ميداليه اولمبيه. احنا على فكره في الخماسي الحديث وفي السلاح ما فيش مدير فني اجنبي. كله عناصر مصريه، جهاز فني حتى البدني، لكن في الاخر البطل المشروع بطل اولمبي ده هو في الاخر موهبه وتخطيط سليم ودعم. انا شايف ان الثلاث حاجات دي اهم حاجه. المشروع ده احنا ماشيين كويس فيه، يعني انت مطمن في ضوء الاجراءات ان اللي انت عارف ان هي بتتخذ حاليا لتدعيم وترسيخ فكره ايجاد بطل اولمبي او صناعه بطل اولمبي مستقبلي؟ الخطوات دي مطمئنه ممكن بموجبها او بناء عليها الوضع الحزين اللي احنا بنتكلم عليه ده يتغير في السنين اللي قبل جاي. قبل سنه اقول لك لا، دلوقتي في حاجات بتتعمل في وزاره الرياضه تبع وزاره الشباب والرياضه مع المشروع بطل اولمبي او مراكز الشباب. الحاجات دي في بدل نشوف ابطال رفع عسكر راح او مثلا توت عالم مركز ثالث او حتى برو يعني مركز فضه اي ميداليه، بس على الاقل بدا يبني. بس دول مش هيظهر اثارهم في باريس، ده ممكن يظهر في الاولمبيات اللي بعدها. لكن انا بتكلم على دوري باريس بشكل خاص، انا وجهه نظري ان انا شايف المنتخب الجماعي من كره اليد هو ان شاء الله اللي هينافس كالعاده، يعني لانه منتخب مشرف. ولو هنتكلم على الالعاب الفرديه انا شايف ان وجهه نظري هي السلاح والخماسي الحديث بس كده. انا مش هقدر اقول لحد من كده، لان الكاراتيه مستبعد طبعا اولمبياد باريس، وهو اللي كان ممكن يجيب، لان الكاراتيه برده لعبه مهمه جدا منتخب مصر. سكواش مش موجود في الاولمبيات، وقلناها قبل كده ان لسه ما شفناه، لسه لو مصر هي اللي استضافت يعني. لكن بيت الالعاب انا بصراحه هتبقى مجهودات فرديه، وممكن برضو حاجه تبقى صدفه. يعني انا ما اقدرش اقول لك ان في لعيب هيحقق في اولمبياد باريس غير بتوع السلاح والخماسي، غير كده انا ما اقدر. اي حد هيجي بعد كده هيبقى صدفه. مش بقفلها، انا بقول الحقيقه، انا بقول الحقيقه، ده اللي انا شايفه وجهه نظري. طب انت قلت نفس التوقعات دي قبل طوكيو؟ لا. قلت ايه بقى؟ لا انا في طوكيو كنت عارف ان احنا هنجيب ميداليات، لان الكاراتيه كان مشارك والكاراتيه كان بيحقق قبلها وجايبين ميداليات بطوله العالم وفي افريقيا وفي كل حاجه. كان في الخماسي الحديث كان برضو متخطط له. اللي حصل بقى في المصارعه هو ده اللي كان المفاجاه بالنسبه لي، ان احنا حققنا في المصارعه، ودي كانت حاجه كويسه جدا، ان انت بتجيب في لعبه انت ما كنتش مرشح فيها. رفع الاثقال انا كنت متوقع في اولمبياد طوكيو، عشان كده كنت بقول لحضرتك ان احنا كنا هنجيب في طوكيو كتير. لكن لما استبعد انا كنت شايف ان احنا هنجيب في الالعاب الثانيه، لكن دلوقتي انا شايف ان احنا رفع الاثقال في اولمبياد طوكيو. احنا لسه بنبني بقى منتخب جديد بعد اعتزال محمد ايهاب، ولسه في لعيبه بتطلع، فانا شايف ان احنا بنبني الاولمبياد باريس او بعده فلسه. لكن اللي بتكلم عليهم دلوقتي اللي هم جاهزين لحصد الميداليات هم السلاح والخماسي. حل المشاكل دي اللي احنا بنتكلم مع حضرتك في تفاصيلها، في وجهه نظرك هل هي ميكس من مجموعه عناصر، منها مثلا الدعم المادي المناسب لكل طبيعه رياضه لازم يتوجه للاتحاد؟ هل لازم يكون في رقابه اشد من الجهات المعنيه ايا كانت هي على الاتحادات نفسها وعلى نتاج عمل الاتحادات؟ يعني لازم يبقى في خطه ممنهجه بناء عليها يحصل طفره. بالظبط، مش لازم بس الاتحاد، لازم انا شايف ان الرقابه من وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه لازم يكون في اجتماعات دوريه مع كل اتحاد كل شهر، مش كل ثلاث شهور مثلا اجتماع للجنه كلها، لا كل شهر بيكون اجتماع مع كل اتحاد. انت حققت ايه؟
انت سافرت البطوله الاخيره دي عملت ايه؟ مين عندك كان مرشح ومين مش مرشح؟ مين خد دعم ومين مين سافر معسكر مين لا؟ مين انت عالجته كويس؟ مين التغذيه؟ ما خلي بال حضرتك برده هي مش موهبه بس، موهبه ودعم وتغذيه وتدريب، الحاجات دي كلها بتفرق. بره بيتصرف على الابطال عشان يبقى بطل اولمبي، انا مش هقول لحضرتك ان هو مبالغ صغيره، لا مبالغ كبيره جدا، بس في الاخر بيبين نتائج سريعه جدا. انت هنا ممكن تكون بتصرف بس في تخطيط وفي عدم تخطيط، في العاب بتخطط فيها، في العاب لا انت مش بتخطط، انت بتروح وبنطلع معسكر وتصورنا وعملنا وسافرنا وفي الاخر ما جبناش حاجه. طب ليه؟ احنا لازم في الاول ان احنا نلعب على الموهوبين، الناس اللي هي دلوقتي جاهزه تحقق ميداليه ادعمها اكتر، والباقيين ابنيهم لسنين قدام. انا شايف ان والله العظيم عندنا كميه مواهب كتيره جدا. القصه كلها من وجهه نظري يعني استكمالا لكلام كريم هي اداره. يعني ممكن يبقى الاتحاد ما عندوش الامكانيات الكبيره ولا اللعيبه بالعدد الكبير، بس اداريا هم ناس ناجحه تعرف تحط شورت تيرم ولونج تيرم بلان، تشوف ايه النواقص وتشتغل عليها. لكن مو العكس صحيح، فانا بشوف المنظومه محتاجه اداره جيده في الاتحادات. في فساد اكيد، في فساد اكيد، في مشاكل اكيد، في مشاكل، في ناس بتشتغل بما يرضي الله اكيد، في ناس بتشتغل بما يرضي الله. فزي ما كريم كان بيتكلم لازم يكون في جهات بتراقب، في اجتماعات زي ما انت قلت دوريه مش كل 3 شهور مع كل اللجان. انا بتفق معاك مليون في المية، لازم ابقى بتابع الناس دي بتشتغل صح ولا غلط عشان لما اجي بعد كده لباريس او اي اولمبيات إن كانت ان انا اقول انا ماشي صح، ما سيبهمش وبعد كده اقول طب النتائج مش حلوه ليه، طب ما انا راقب من دلوقتي. فانا بتفق معاك مليون في المية، نتمنى الافضل في الفتره اللي جايه، لان يمكن احنا بنطلع نتكلم عن مشاكل اكتر ما بنتكلم عن حلول. فنتمنى ان احنا بعد كده نتكلم عن حلول وانجازات بتتم على الارض وارقام مختلفه. احنا ناس يعني شعب بالملايين، نستحق ان احنا نفرح، واكيد وسط ال 100 مليون واكتر عندنا يعني ممكن نقول 50 مليون موهبه، خلينا نقول يعني النص 50 مليون موهبه في مجالات مختلفه. فنتمنى ان شاء الله يكون في اداره جيده في كل المجالات. على الاسف الوقت خلص، بس يعني تغطيه كانت وقراءه جميله، وان شاء الله نشوفك في حلقه ثانيه. انا اتشرفت بيكم وشكرا جدا. احنا انبسطنا بوجودك معانا كالعاده، وان شاء الله نلتقي على خير. وخلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. طيب احنا دايما مع حضراتكم مع الاهلي متعودين او تعودنا ان احنا نمشي مرحله مرحله، كل ما نفوز يقولوا لنا اقفلوا الصفحه، والله تعبنا بس خلاص هنقفل الصفحه وهنتكلم عن ماتش الاياب باذن الله. وسو فار زي ما كنت بقول جيد جدا، ونتيجه رائعه غير مسبوقه، وماتش كان قوي، بس اكيد عندنا كمان لسه مشوار طويل جدا قبل ما نقول خلاص الصفحه اكتملت. خلينا نرحب على كل حال بضيفنا الناقد الرياضي كريم فاضل اللي منورنا في الفقره الاخيره النهارده. بونجور كريم. صباح الخير. صباح الهنا. صباح الانتصارات. صباح السوبر. صح كده. صباح الفل عليك ومنور الدنيا كلها. قبل ما نهواند تقفل الصفحه وتتكلم عن ماتش الاياب، معلش نتكلم سريعا حتى رؤيتك بس لماتش الذهاب، لانه كان ماتش استثنائي على اصعده عده الحقيقه. فانت قراءتك للماتش ده كانت عامله ازاي؟ كيف رايت هذه المباراه؟ في البدايه نتيجه عظيمه جدا انك تحقق الفوز على الترجي في ملعبه بنتيجه 3-1 لا شيء، دي نتيجه كبيره جدا. البعض من جمهور النادي الاهلي كان يامل ان النتيجه تكون اكتر. احنا بطبعنا اكتر، ده حلو كده. يعني طمعين، بس طمعين في الخير يعني. ولكن الحمد لله طبعا نتيجه كويسه جدا. يعني الاهلي قطع خطوه كبيره جدا نحو الفاينل، ان شاء الله ان شاء الله يحققوا. عايز بس اقول حاجه قبل برضو ما نقفل الصفحه. كان في كلام بيتقال نوع من السخريه احيانا، نوع من التريقه احيانا، ان لولا ركله جزاء اطهر الطاهر ما كانش النادي الاهلي تاهل والكلام ده. طيب ما لولا ان محمد هاني اضاع ركله قدام سان داونز ما كان الاهلي تاهل مثلا، وكان تاهل اول. يعني لان لو حضراتكم رجعتوا لترتيب المجموعه هتلاقوا ان الفارق كان 3 نقاط لصالح سان داونز. أيوه. يعني 13 نقطه والاهلي 10. طيب لو الاهلي كان فاز كان الاهلي هو اللي هيتفوق بنقطه على سان داونز ويتاهل اول، وكنا هنلعب الفاينل الاياب في القاهره. يعني ده بس رد، يعني ايه حبيت ارد ورد لطيف جدا. يعني مهذب وواقعي. صح. دي حقيقه. يعني انت بتقول هم ضيعوا ضربه جزاء او اطهر ضيع ضربه جزاء، طب محمد هاني ضيع ضربه جزاء وقدام سان داونز نفس الفريق برضه. بس ليه في ناس بتبقى قاعده للسقطه واللقطه، يعني سايبه الحدث نفسه وتمسك في اي ديل؟ ما لقوش في الورد عيب يا سيدي. يعني لازم فكره ان انا هعكنن عليك، انت ازاي بتفرح، انت ازاي جامد كده، انت ازاي بتكسب اي حد. فلازم اخلق لك حظ، تحكيم، مؤامرات كونيه، اي حاجه بتحصل في اي حاجه، المهم ان انا اطلع اقول ده. وعلى فكره يعني على مدار التاريخ ده بيحصل،
الاهلي يبقى عنده اسطوره زي محمود الخطيب احسن او احرف لاعب في مصر، لا ده كذا احرف منه، وكذا ده مش شرط يكون من النادي كذا، لا يبقى من حاجه تانية. ايه ده محمود الخطيب ما ينفعش يبقى هو احسن لاعب في تاريخ مصر، اي حد تاني. فكره ان انا ضايقك وخلاص، بس كانت وتيره الحاجات دي اقل بكتير بالمقارنه دلوقتي، وبالذات لان كان زمان مفيش مبدئيا كده السوشيال ميديا اللي هي خاربه الدنيا على كل المستويات. اولا عشان السوشيال ميديا، ثانيا عشان قارنت العقليات ساعتها فعلا كانت بتقيم الامور بنصابها الصحيح، بتحطها في الوضع الصحيح، وكان المنطق حاضر بالظبط. اذا سالت اكبر نجوم الزمالك والاسماعيلي والمقاولين والمصري والاتحاد وكل فرق مصر مين افضل لاعب في تاريخ مصر، هيقولوا لك كابتن محمود الخطيب، هم اللي هيقولوا النجوم الكبيره وليس الجمهور فقط. انما الجمهور الصغير ده لا، ده سين من اللعيبه احسن، ده صاد بيعمل اسيست اكتر من كابتن كذا في النادي الاهلي. يا حبيبي انت بتحسبها ازاي؟ احسبها بعدد مباريات، احسبها بنتيجه فعليه داخل الملعب، مش شرط ان انا اكون انا اخر واحد عمل تمريره انا صاحب الاسيست، لا هي النادي الاهلي نادي جماعي بيعمل منظومه جماعيه، منظومه اللعب قايمه على الفريق مش قايمه على النجم الاوحد. كريم يعني اختصر لك القصه اللي احنا فيها دي بقالنا فتره، لما تلاقي حد بيفرح لخسارتك اكتر ما بيفرح لمكسبه تاكد ان انت عامل له ازمه كبيره بالظبط، فما تركز مش قادر. نتكلم في العموم باي ذا واي، في العموم على المستوى الشخصي حتى، فما تركز يعني يصعب عليك. خلينا نخش بقى في الاياب، لان ايه مباراة البعض كريم وانت تقول لي رايك بيتوقع ان هي اسهل بكتير، احنا عدينا ده الاهلي عدى المرحلة الصعبة على ارض المنافس وكان هيبقى وسط جماهير المنافس ولسه ما شافش اللعب ازاي، فبالعكس بيقول لك اللي جاي ده سهل جدا، هل بتتفق ولا الموضوع بالعكس ده اصعب؟ لا طبعا هي مش مسألة اصعب، ولكن اللاعبين والجهاز الفني لو وصل لهم الاحساس ده ان المباراة خلاص تم حسمها، الاهلي ممكن يتعرض لامور مش غير متوقعه بالظبط. لا لازم يدخلوا بجديه، لازم نسجل كمان في اول ربع ساعه، يعني يا سلام لو حصل ده زي ما بيحصل مع الاهلي بالظبط. الاهلي فعلا يا استاذ كريم لو حصل وشاء ربنا ان احنا سجلنا هدف مبكر هيبقى الجيم مفتوح بشكل كبير صحيح. جدا خلاص الترجي هيحاول ان هو يلعب بقى لعب في مهارات اكتر في، وبالرغم من فوز النادي الاهلي لكن الترجي فريق محترم ولابد ان يحترم النادي الاهلي طبعاً. وعنده لاعبين مميزين جدا جدا جدا، يعني الناس صحيح الغيابات اثرت، ولكن انا مش ذنبي ان اللاعب ده يغيب، ده بالعكس انا لما استغل غياب المنافس عن مستواه ابقى انا فريق كويس. يعني هو مثلا مانشستر سيتي ولا برشلونه ولا ريال مدريد ولا اي حد من الفرق الكبيره اما بيلعب فريق اقل منه في المستوى يقول لك لا اصل الفريق ده لا انا بلعب بقوتي انا باسمي انا بتاريخي انا. طيب دلوقتي احنا قرينا او شفنا المشهد في الذهاب، وهنا كان في غيابات وهنا كان في غيابات، ماتش كان قوي ما حسيتش بغيابات الاهلي تماما، عندك مدير فني فعلا بيعرف يستغل وجود كل لاعب موجود، احنا مش قلقانين ابدا من اي غيابات سواء فنيا او اصابات ان شاء الله كمان في ماتش الاياب، لكن رؤيتك انا ما بنقولش ابدا ان توقعات على قد ما نقول رؤيتك الفنيه للمباراه هتبقى ازاي، حتى لو احنا بنتكلم ان الاهلي المفروض ان هو في الدقايق الاولى يحسب المباراه، هل على الصعيد الثاني برده انت هتلاقي الراجل اللي هو جاي مستقتل انا يعني مش همشي غير لما احقق اللي انا عايزه، طبعا وده مشروع بالمناسبه طبعاً. لكن برضو ده ازاي يتم بعد ما فكره نبيل معلول، كابتن نبيل معلول كمان قدم استقالته، هيبقى في تذبذب في الاداره، ده هيؤثر على نفسيه اللعيبه، كل دي عوامل قد تؤثر بشكل كبير جدا على اختلاف مباراه الذهاب مع الاياب. طيب خلينا نقول ان دايما اي فريق في العالم لما بيحصل تغيير في الاداره الفنيه اللاعبين بتحاول تقدم افضل ما لديها عشان خاطر تثبت نفسها للمدير الفني الجديد، فلازم نحط دي برضو يعني في وضع الاعتبار، بس مش بنسبه كبيره يا كريم، عارف ليه؟ لان نفسيا بيبقى التضرر هي ممكن تكون، انا مش مختلف معاك، كابتن الفريق لازم يبقى له دور برضو في الظرف الاستثنائي بالظبط، والاهلي ما شاء الله يعني عنده كباتن على قدر المسؤوليه بدايه من محمد الشناوي مرورا بما ايمن اشرف، حتى ان كان مش بيشارك رامي ربيعه، وحتى وان كان مش بيشارك علي معلول، ده قائد داخل الملعب عمرو السولية، الاهلي عنده لاعبين عندها خبرات كتيره جدا تقدر تحتوي المجموعه اللي معاه، ولكن اتمنى ان مستر كولر يدي فرصه لبعض اللاعبين، يعني انا ممكن اريح لاعب زي علي معلول في ماتش زي ده، ما فيش، انا شايف انها ما فيهاش مشكله كبيره، لان معلول مجهد بيشارك بشكل مستمر، واحد من العناصر الاساسيه هنحتاجه بشكل كبير جدا في الفاينل باذن الله،
ممكن ادي فرصه لحد تاني يعني. انا ده اللي بشكل شخصي اتمناه، طريقه اللعب يفضل محافظ عليها ما تتغيرش، طريقه اثبتت نجاحها بشكل كبير في النادي الاهلي اللي هي 4-3-3، وهو لعبها طبعا يعني كانت 4 اقرب الى 4-5-1 قدام الترجي، وكان بيضغط بثلاثي الامامي بشكل كبير، وبعد كده بيعمل الدفاع الكومباكت العادي بتاعه. ومبسوط جدا وقلتها مع حضرتك في حلقه هنا ان مستر كولر غير من فلسفته ومن فكره من بعد الهزيمه امام صن داونز. الاهلي من بعدها ما استقبلش غير هدف وحيد فقط، وكان في نهائي كاس مصر امام بيراميدز. في كل المباريات بنحقق نتائج جيده جدا واداء على الصعيد الفني مميز جدا جدا جدا. على ذكر صن داونز، يعني باذن الرحمن يكون الاهلي طرف اساسي في المباراه النهائيه باذن الرحمن. طب في ضوء اللي حاصل في الفتره الاخيره، هل تقدر تحسم بما لا يدع مجال للشك ان الطرف الثاني هيكون صن داونز؟ لا طبعا ما حدش يعني بعد اللي حصل مع الرجاء كمان والتعادل. النتيجه 0-0 نتيجه خادعه. يعني الوداد لو قدر انه يسجل هدف هيربك حسابات صن داونز بشكل كبير. صن داونز فريق كبير جدا وقوي جدا، ولكن الوداد مش قليل، الوداد عنده برضو عناصر تقدر تقاوم دفاعيا وتتعب صن داونز هجوميا. هو طبعا غياب جونيور سامبو هيبقى مؤثر، ولكن انا شايف ان الوداد فريق مش سهل، والنتيجه 0-0 عمر ما كان الوداد فريق سهل بالظبط. يعني 0-0 دي صعبه، ان صن داونز ما سجلش بره ملعبه دي هتدي بصيص من الامل لفريق الوداد. ولكن خلينا برضو نرد على الناس اللي هي متخوفه من فكره ان الاهلي لاعب صن داونز. لا، انا شايف ان صن داونز هو اللي يخاف من النادي الاهلي، مش احنا اللي نخاف منه. طيب ما ردتش عليا في قصه كابتن نبيل معلول. كابتن نبيل معلول رحيله كان حتمي، الخروج او شبه الخروج من دوري ابطال افريقيا، خساره الدوري والخساره امام الغريم التقليدي الافريقي في الديربي بتاعهم، ما خسرش من 5 سنوات، خساره قبلها من الصفاقسي بقياده كابتن حسام البدري، ابتعاد بشكل كبير عن لقب الدوري، فبالتالي حصلت هزه كبيره جدا جدا. ناهيك ان في لاعبين مستواهم تراجع، يعني في ماشي يعني كريم، ده احنا شفناها مع تين هيج وشفناها مع يورجن كلوب، وشفنا مواسم النوادي بتاعتهم بتبقى غير جيده وبيقعدوا على جايزه وعلى بطوله 4-5 سنين. ليه التيرن اوفر عندنا احنا في افريقيا عالي كده؟ المينتاليتي يعني ايه اللي محتاج يتغير فيها؟ زي ما الاستاذه حسام بتقول، اللي هي الفكره ان انا اديله فرصه. انا عارف ان المدير الفني ده خامه كويسه جدا وياما حقق لي نجاحات وياما قدر ان هو يكسب لي بطولات. مش مع اول دروب بيحصل له اقضي عليه او اقول له شكرا، بديله فرصه. طب انا بشوف الظروف، هل هو انا وفرت له الحاجات اللي هو طلبها وما نجحش، ولا في ظروف اجبرته على ده؟ يعني برضو خلينا نلتمس العذر ان افضل عناصر عنده بتصاب، زائد ان لاعبين الشباب اللي عنده اللي بدات تتالق وهو اللي اكتشفهم وهو اللي طلعهم سافروا مع منتخب تونس، بتمنى لهم طبعا هو منتخب العراق التوفيق في كاس العالم للشباب. طيب الظروف دي لو حطينا الاهلي والزمالك والانديه الكبيره داخل مصر فيها، يعني خلينا في النادي الاهلي، احنا طول عمرنا عارفين هو ما بتعملش بالقطع طبعا، فده سر من اسرار نجاحه بعكس فرق ثانيه. اول ما يخسر مباراه شكرا. يا ده احنا عندنا بالذات في الفتره الاخيره امثله كتير قوي بتاكد ان فعلا النادي الاهلي مش بيتعامل بالقطع، على مدراء فنيين وعلى مستوى لعيبه. بيرسي تاب في وقت من الاوقات كان في ناس كتير بتقول لك ايه الصفقه دي، حاجات زي كده، واتفرجوا دلوقتي اللي عامله بيرسي تاب في الفتره الاخيره. فيعني وحتى مروان عطيه يعني كان في اصوات بتخرج تقول لك وحسين الشحات على فكره جاب لاعب عادي، لاعب مش عارف ايه، مش سوبر ستار، لا ده ميجا ستار مش سوبر ستار. بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد هاني من اكتر اللاعبين اللي تم انتقادهم هو ياسر ابراهيم وحسين الشحات، الثلاثي ده بالتحديد. محمد هاني ده لو يعني لو كان جبل كان انهار طبعا، تحمل ما لا يتحمله لاعب اخر، وفي النهايه كلنا شايفين مستوى ما شاء الله يعني دفاعيا وهجوميا تطور بشكل مرعب. صحيح. خلينا نتكلم برضو في بعض الحاجات اللي حاصله في النادي الاهلي و ايجابيه جدا. يعني كنا من فتره، هقول لك مش من فتره، من ايام منوال خوسيه كان عندنا الطبيب النفسي على سبيل المثال، يعني من الحاجات الجيده.
وقتها كان يمكن دكتور محمد فكري قعد فتره مع النادي الاهلي وما بقاش موجود، وكنا دايما بنقول بنتساءل في مصر ليه الانديه عندنا في مصر حتى الكبرى ما بتجربش تاني فكره الطبيب النفسي اللي هو في الاول في الاخر مش طبيب عقلي، يعني هو طبيب نفسي. لاعب بعد عن الملاعب 6 شهور بسبب اصابه، حصل ان احنا مثلا ما كسبناش بطوله 2، كل ده بيؤثر بشكل كبير على اللعيبه ونفسيتها. ففكره ااهل اللاعب اخليه يستعد، بان احنا بنخش من بطوله لبطوله لبطوله من بلد لبلد لبلد، فكل ده محتاج تاهيل نفسي. فكره ان انت دلوقتي كمان عندك دكتور ابو الوفا وانضمامه تقريبا من شهر ونص هذا الاخصائي النفسي مع النادي الاهلي، وهو امر يعني كان لابد ان هو يحصل، ودايما الاهلي سباق زي ما احنا بنقول، حصل في اوروبا الكلام ده من سنوات طويله جدا بالزبط. فبنعيد التجربه مره ثانيه اللي كانت ناجحه، فدي برده بتهيألي ساعدت بشكل كبير حتى وان كان شهر ونص اللي بنتكلم فيه. لا خليني احييكي فعلا على الطرح ده، وخليني احيي النادي الاهلي على اللي هو عمله ده. النقطه دي وضحت بشكل كبير جدا في هدوء وتركيز لاعبي النادي الاهلي داخل الملعب. النادي الاهلي ما شاء الله يعني تاتش وود مش فاهم معاه، يعني انا بلعب في وسط ملعب الرجاء بجمهور الرجاء العظيم باهتفاته العنيفه والشديده جدا، بلعب بمنتهى السلاسه والهدوء، بتناقل الكره بنقلها من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال وبخرج، ولا كان في يعني اللعيبه صمت اذانها عن اي حاجه بتحصل. صحيح. ده فعلا تاثير الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي زائد الجهاز الفني اللي بيوفر لهم بيئه خصبه للهدوء والتركيز. الجمل اللي بتتحفظ دي ما بتجيش بسهوله كده، يعني انا في عز الضغط عليا بخرج بالكوره بعمل بيلد اب بتاعي، ده دي حاجه فعلا ما كناش بنشوفها في الكوره المصريه بالتحديد لسنوات طويله. احنا كنا بننهار بنرتبك مع اي ضغط، بالدليل مباراه السنغال الشهيره في تصفيات كاس العالم، احنا كله كان بيصرخ والحقونا يا جماعه الجمهور بيشتمنا، الحقونا الجمهور ضغط علينا، الحقونا. ده يعني لو كان في طبيب نفسي وكان في تاهيل نفسي كان اللاعبين كانت هتلعب بهدوء اكتر، وكنت اتوقع ان احنا كنا نحقق نتيجه افضل. يعني هو طبعا يعني كل شيء مقدر، ولكن فعلا فعلا الاخصائي النفسي دوره مؤثر جدا جدا. صحيح. مع النادي الاهلي لعيبه الاهلي ما بقتش تنهار مع اي ضغط. طب. وحتى لو حصل ايه انت بتيجي ضربه جزاء عليك عادي جدا مفيش مشكله، محمد عبد المنعم بيقف قدامهم، محمد الشناوي واقف في قمه تركيزه، مفيش اي ادنى مشكله ان تحصل اي حاجه. صح. طيب تعالى بقى نروح شويه لدوري ابطال اوروبا، وحتى لو هنرجع تاني نكمل كلامنا في نفس الاطار، بس تعالى بقى خصوصا ان احنا كمان وصلنا دلوقتي للمرحله الحلوه، نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وماتشات الذهاب والعوده. بالمناسبه شفت ازاي ماتش مان سيتي وريال مدريد؟ يعني الاغلبيه كانت بتتوقع ان فوز مانشستر سيتي على يعني على غير المتوقع، رغم ان الريال طبعا هو الاكثر خبره يعني زعيم القاره الاوروبيه طبعا. ولكن الكل تفاجأ ان الريال عادي جدا بيلعب مانشستر سيتي بمنتهى الاريحيه، وكان هو الطرف الافضل والطرف الاخطر، وانا اتوقع ان هو هيتاهل للفاينل على حساب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد. ده توقع ممكن يعني لسه في ماتش تاني ما انا بتكلم على المباراه القادمه في الاتحاد. يعني الريال عنده خبرات، شخصيه البطل زي ما بيقولوا، وفي ناس برضو بيسخر منها، لكن هي حقيقه. يعني الفريق اللي عنده شخصيه بيقدر يعني يتفوق على على اي منافس، وبالذات في دوري الابطال الشخصيه بتتبلور يعني جدا دايما، يعني جدا. دوري ابطال اوروبا من 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 سنوات طويله عودنا على ده، يعني عودنا ان الفريق الافضل هو اللي بيكسبه، يعني المفاجات بتبقى فيه قليله جدا جدا جدا، يعني تكاد تقترب من كاس العالم. يعني كاس العالم على مدار تاريخه ما فيش منتخب عمل مفاجاه، يعني يقول لك الحصان الاسود بس باخره مثلا دور الثمانيه سيمي فاينل، انما بطل لازم من المجموعه الكبيره، برازيل، ارجنتين، المانيا، طبعا. ايطاليا كده، فرنسا طبعا مؤخرا، اسبانيا. دوري الابطال كذلك ريال مدريد فريق قوي جدا، عنده نجوم وعناصر تقدر انها تسجل في 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 مرمى مانشستر سيتي، وتقدر انها تتفوق. مانشستر سيتي طبعا يعني هو على الورق ونظريا افضل واقوى ويمتلك الحظوظ الكبرى، ولكن كل شيء في الكوره وارد. ريال مدريد عنده فينيسيوس بيعمل حاجات مش طبيعيه في كره القدم مؤخرا، رودريجو بدا يستعيد جزء كبير جدا من مستواه، اسينسو امبارح سجل برضو وعمل ريكورد جديد ان هو اكتر لاعب اسباني سجل من بعد كاس العالم، كريم بنزيما نجم كبير، مودريتش نجم كبير، فالفيردي نجم كبير، كورتوا حارس يعني اسطوري. لا ريال برضو يعني تقيل، يعني كرويا تقيل جدا، هيبقى ماتش عنيف. يعني بيب جوارديولا اتوقع انه هيحاول يخلص بدري بدري عشان خاطر ما يحطش فرقته في وضع ضغط.
انشيلوتي بخبراته الكبيره جدا هيلعب بطريقته المعتاده اللي هي ما حدش فاهمها. يعني احلى حاجه في انشيلوتي مش عارف بيلعب ايه، هو بيلعب 4 4 2 ولا 4 3 3 ولا 4 1 4 1، هو بيهاجم واحده كامله وبيدافع واحده كامله. يعني الفريق تلاقي توني كروس بيلعب في ال 18 هو مودريتش عادي، وفي نفس اللحظه بيرجع يدافع ما عندوش ادنى مشكله. يعني لو ريال مدريد قدر ان هو يحط هالاند في وضع رقابه صارم زي ما حصل في المباراه الاولى هيقل من خطورته جدا وهيحد من خطوره مانشستر سيتي. هيبقى الدور الباقي على جريليش ودي بروينا، يعني هتبقى جيم شطرنج ما بين انشيلوتي وبيب جوارديولا. عايزة برضو اسالك عن انتر ميلان واي سي ميلان طبعا. يعني هل كنت متوقع يعني الهدفين لانتر ميلان اصلا ولا لا؟ وبرضو الفرصه لاي سي ميلان، لان الجماهير التفاعل بتاعها على السوشيال ميديا ان هي لا لسه يعني لسه في امل كبير واثقين ان ممكن الوضع يختلف مع الاياب. بصي بعيدا بقى عن التحليل كمشجع محايد وكمحب للدوري الايطالي، الدوري الايطالي بشكل عام كنت فرحان جدا، يعني كنت مبسوط جدا ان فرقتين من ايطاليا يوصلوا سيمي فاينال وضمان فريق في النهائي. المباراه كان فيها تركايه صغيره كده خلصت المباراه، اللي هو اضغط من البدايه واستغل، نرجع تاني للاهلي، استغل غياب رافائيل لياو اللي هو نجم ميلان. انتر عمل ايه؟ ضغط بشكل كبير جدا، امن دفاعاته الطريقه بيلعب بيها من ايام كونتي اللي هي ثلاثه في الدفاع. مستوى لاعب زي باستوني تطور بشكل مرعب، دي ماركو مع باريلا مع الثنائي الخطير طبعا جيكو ولوتارو مارتينيز، ضغط الميلان بشكل كبير جدا. خلص الماتش في اول ربع ساعه 2-0، شكرا، ارجع بقى ايه، ارجع لسكناتك، ارجع للجيم الدفاعي الكاتاناتشو الايطالي المعروف. المباراه اللي جايه هيبقى فيها عوده لياو بس غياب اسماعيل بن ناصر، فهيفرق برضو مع ميلان في صلابه وقوه خط الوسط. ايه اللي يقدر يخلص بشكل مبكر هو اللي هيوصل الفاينل. يعني 2-0 برضو حظوظ انتر اقوى، واتوقع ان هو يعني حط قدم ونصف في النهائي، ولكن برضو هرجع واقول في كره القدم الاوروبيه مفيش حاجه متوقعه. بس هو هيدافع وهنا هيلعب على الهجوم، ممكن بقى يبتدي يركز حتى لو الانتر هيلعب دفاعي على الهجمات المرتده. يعني ممكن مفيش فريق في اوروبا بيلعب دفاع 100% وهجوم 100%، ما عندهمش الثقافه اللي عندنا بالظبط. يعني هو بيهاجم ويدافع. سيبك انت، احنا جامدين قوي في الحته دي. انا فاكر في كاس عالم، فاكر ماتش مصر وهولندا في كاس عالم. يا لا فاكر مصر وايرلندا. وايرلندا لا يعني قصدي يعني هولندا احنا كنا احنا ثبتنا كوكب بحاجه كانت غير مسبوقه يعني في ذلك الوقت. هي برضو كانت يعني في وقتها انت كنت بتوصل كاس عالم لاول مره من بعد 38 فسوري 38 فانت ما كنتش مش عارف يعني انت بتلعب يعني حتى كابتن مجدي عبد الغني وكابتن ربيع ياسين وكابتن جمال حميد ونجوم المنتخب في الوقت ده وكابتن شوبير قال لك احنا كنا بنبص لعيبه هولندا ايه ده ده قوا معاد دول ولا ايه؟ اقامات طويله جدا رود شوليت وريكارد ايه ده احنا كنا شايفينه بالظبط. حتى منتخب انجلترا كان مرعب يعني في الوقت ده، كان منتخب قوي جدا ووصل سيمي فاينل في البطوله دي. ومنتخب ايرلندا كان كله لاعبين محترفين داخل الدوري الانجليزي بالمسمى القديم طبعا قبل ما يكون بريمير ليج، فانت كنت شايفهم حاجه ما كانش عندك طبعا محترفين، كان اعتمادك كله على لاعبي الاهلي والزمالك فقط مع احمد الكاس وكابتن صابر عيد من غزل المحل، فكان الوضع مختلف جدا. لكن دلوقتي الوضع مختلف، انت دلوقتي عندك لاعبين محترفين بيلعبوا في اقوى انديه العالم، محمد صلاح طبعا واحد خلاص من الصفوه ومن النخبه في العالم، عندك لعيبه النادي الاهلي كويس برضه افتكرتها. احنا لازم يا جماعه بره بقى ايه، بره لوجو وشعار قناه النادي الاهلي، احنا كلازم كمحللين وكمشجعين وكصحفيين مصريين احنا لازم نعمل شابوه للنادي الاهلي ان انت حاططنا في الصوره. شفت يعني بقى لسه كنا بنقول كده والله بره 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 التشجيع والانتباه وبره اي حاجه، انت النادي الاهلي فعلا يعني انت كمنتخبات بتخسر للاسف كل حاجه. انديه مصريه بتخسر. الواحد حزين انه يسمع كده بس اتفقت. لا يعني دي حقيقه، انا مش بقول حاجه مجامله يعني. لا انت الفريق الوحيد النادي الاهلي يعني انت وصلت فاينل. احنا الخامس على مستوى العالم طبعا يعني آخر يعني بسيط. انا مش بحب الـ النقطه دي، انا شايف ان لا مش ماليش دعوه بالعالم، انا ليا دعوه بالوضع الطبيعي اللي انا فيه. انا ممكن اكون اخرج اقول لك انا مش فارق معاك، انت مش فارق معاك ان انت سابق وبشوط كبير. لا فارق معايا بايرن ميونخ وبرشلونه فارق معايا ده بس انا اللي يفرق معايا بشكل ايجابي الوضع الطبيعي. ما انا ممكن اقول لك انا حققت 7 بطولات في موسم واحد، هو اصلا البطولات اللي انا بشارك فيها 5
طب انت جبت السبع بطولات من ايه؟ مش مشكله، المهم ان ايه، انا نزلت بس على الموقع كذا كذا، موقع سيفون سبورت، اي موقع وخلاص. انما الوضع الفعلي بيقول ان النادي الاهلي بيوصل فاينل افريقيا اربع سنين من اخر خمس مشاركات. النادي الاهلي لولا بعض الامور الخارجه عن اطار كره القدم كان قادر انه يحقق اللقب ده. مش يعني احنا مش بندور على 11، احنا كنا ممكن نكون بندور على 14 وال15 دلوقتي. فده وضع طبيعي ان في ظل الظروف ونظرة المواهب والمشاكل الإدارية والمالية اللي بتحصل داخل مصر يعني، ولكن النادي الأهلي واقف على رجله بينافس بشكل قوي جدا. احنا بنلعب ريال مدريد مستنيين الأهلي يكسب. بنلعب ريال مدريد هو اللي بيمثل مصر في محافل مختلفة بالضبط. يعني احنا لحد الدقيقة 90 يعني كنت بتكلم مع الأستاذ أحمد عويس، انت مستني ممكن الأهلي يتعادل مع ريال مدريد ويسجل، مفيش مشكلة. انت دلوقتي جمهورك بيستنى كأس العالم للأندية عشان احنا طموحنا أكبر من المركز الثالث، عايزين فاينل وعايزين بطل. طبعا مع تغيير نظام البطوله كمان هتلاقي فيه مشاركات من انديه اكبر في قاره اوروبا وقاره امريكا الجنوبيه. فلا احنا بلاش احنا قلنا الاهلي، لا احنا الاهلي يعني كبير القاره. صحيح معروف كريم معروف. طب تعالى بقى اخدك لحاجه بره الموضوع ده. بما ان احنا مفيش مستجدات تتعلق بموضوع ميسي واحتماليه انتقاله للدوري السعودي من عدم، لا في احتماليه كبيره جدا وفي ضغط جامد جدا من الدوله السعوديه والاتحاد السعودي بوجود نجم كبير زي ليونيل ميسي داخل الدوري السعودي. اضافه عظيمه يعني طبعاً. هنشوف مباراه ثنائيه ما بين ميسي ورونالدو تاني وليه. يعني دي حاجه وليه. عظيمه جدا يعني، وبصراحه يعني مليار بالملايين بقى بتاعت ميسي ورونالدو. مليار تحيه للتفكير ده، ان انا اعمل سبوت على الدوري على المنتج المحلي بتاعي، ان انا يبقى عندي في كل، انت حضرتك لو بتتابع الدوري السعودي في كل فريق نجوم اللعبه، سواء من داخل بلدان عربيه زي تونس والجزائر والمغرب وحتى من البرازيل. من البرازيل بالظبط يعني برازيل ارجنتين رومانيا طبعا. يعني حتى دول كمان يعني لو انت جيت في مصر تقول له انا هجيب لك لعيب من جيانا ولا من سورينياما مين دول؟ يعني زي واحد كان قال لي يا رواندا فيها كره قدم. هو اكيد هيسمعنا دلوقتي يعني. لا هناك بيشوف الانديه محتاجه ايه؟ محتاجه ايه بالفعل؟ وبيجروا وراها. الانديه وتاني اصل هي مش مشروع رياضي، هو مشروع دوله بالظبط. فهو لما بصراحه ذكاء من الناس القائمه على النقطه دي في السعوديه او الجهات القائمه على النقاط دي في السعوديه، ان انت بتعمل مشروع ماركتنج. انا ابني يعني ست سنين. السعوديه بقى سبوت لايت غير عادي. عنده ست سنين واحنا ماشيين بيشوف التيشيرت بتاع النصر بيقول لي كريستيانو رونالدو لاعب النصر. لا اتفضل يعني خلاص ما بيقولش لاعب مانشستر ولا ريال ولا حاجه، ولسه طفره كبيره ست يعني. سنين بيقول لي لاعب النصر، هو خلاص عرف ان هو هناك كده. فتخيل بقى ان يعني العالم كله يعني ده ميسي وده رونالدو. مش ودي البدايه، مش ممكن تلاقي بقى نيمار، ممكن تلاقي محمد صلاح كمان اربع سنين، ممكن حاجات كتيره تحصل. خلال اربع سنين اقل شويه ممكن يو نيفر نو. فعلا اقل انا متوقع ده يعني. انت شوفي هو على المستوى احمد حجازي ما يأهلوش انه يلعب في الدوري الايطالي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي تاني، لا يأهله. ولكن هو مع الاتحاد عمل تاريخ كبير جدا، الجدار هناك بيعشقوه بيحبوه بشكل غير طبيعي، هو لاعب كبير طبعا ويستحق ان هو يكون متواجد مع فريق بحجم الاتحاد واكبر من كده كمان. لاعبين تانيين في بوسكيتش مرشح ان هو، دي ماريا مرشح ان دي ماريا. يا سلام لا ما سمعتش خبر دي ماريا. دي ماريا كمان دي ماريا وبوسكيتش يعني ده الدوري السعودي هيحلو كمان وكمان. يعني موسم مش هيبقى موسم الرياض فقط يعني، هيبقى عام الرياض كمان يعني. بص بقى كريم وكريم خلينا نختم الوقت خلاص بيخلص، وفي صوره كانت نالت اعجاب العديد من حضراتكم كانت ليها شير وتراكنج عالي جدا. الصوره دي كانت قبل المباراه بالمناسبه، ده وقت التمرين يعني. شوف بقى العنصر الموجود ده والاسيست اللي كان من ديانج واللعب الاكثر من رائع والهدفين اللي كانوا من بيرس تاول وبرده التواضع او الروح الحلوه لكولر. مش كل المديرين الفنيين كده، مش كل الناس تتعامل معاك تقول لك لا انا لو اتعاملت بالبساطه دي ممكن تبقى تدي نتيجه عكس الناس ما تحترمنيش، بس الكلام ده مش مظبوط تماما. مارسيل كولر ليه كل الاحترام من قبل اللعيبه بس بيحبوه على الصعيد التاني. ده ميكس صعب، قعدنا نتكلم فيه مع حضراتكم قبل كده عن الخلطه دي اللي هي كانت متوفره شويه مع مانويل خوسيه يمكن بشكل كبير. قلنا من بعد مانويل خوسيه هل في تجربه شبيهه؟ انا اعتقد مارسيل كولر جامع بين ده وده.
مارسيل كولر يعني اذا جاز لي التعبير يعني هو تيد لاسو الكرة المصرية الجديد في التعامل النفسي. ممكن. يعني اللي ممكن. شاف المسلسل الشهير ده هيفهم قصدي كويس. هو بيتعامل مع اللاعبين بشكل رائع جدا، قريب منهم بشكل كبير. انت بعد الصورة دي ما هو اللي حصل ايه في الماتش؟ الجولين جابهم بيرسي تاو والاسيست بتاع الجول يعني الهدف التالت كان جايبه. لا وفي حاجة كمان مهمة جدا عشان برضو كل واحد ياخد حقه. الهدف التاني اللي سجله بيرسي تاو الهدف الرائع يعني ده شغل مارسيل كولر. كولر كان بيدي تعليمات لبيرسي تاو اثناء المباراه ان هو ما يرجعش قوي يعني ما يرجعش يدافع مع محمد هاني بشكل كبير في حاله ان حمدي فتحي بيسند معاه بجانب ياسر ابراهيم، بالتالي كان هو واخد وضع هجومي. لما الكوره ارسلت اليه من محمد هاني راح بيرسي تاو على محمد امين بن حميده وعمل العمل يعني هو جد يعني شوت بقى شوت انت عملت هتني شوت هو قال له شوت انا اللحظات دي عدت وكانها زمن. ما هو ده شغل يعني مدير فني من وهدف اليو ديانج اللي هو قطع بيها وبعدين عمل الاسيست او البري اسيست لحسين الشحات ده شغل فني فلازم الراجل ده ياخد حقه لان كان في كتير جدا من الجمهور بيقول ان هو يعني مش احسن حاجه لكن لا النتائج والاداء بيقول ان المدير الفني اللي يغير في الجيم بحيث انه يسيطر يعني في مباراه الوداد لما الاهلي سيطر على المباراه عمل تغييره بسيطه خالص انه رجع حمدي فتحي مكان مروان عطيه لان مروان اقوى في المان تو مان. هي فكره بص كل مره بتبقى بتقول تتوقع كولر مفيش توقع مع كولر هو له الفكر بتاعه واللي بيترجم على الارض بنتائج. في برده الصوره دي طبعا ده دكتور احمد ابو الوفا اخصائي نفسي له شعره طويل ودكتور ايهاب علي اخصائي التغذيه طبعا نورونا وانضموا حديثا للفريق يعني او الجهاز الفني مع النادي الاهلي كل واحد فيهم ليه دور كبير جدا. فكره ان انت برده بتشوف الافضل والمناسب وتجيب افضل الخامات الموجوده وتضمها للنادي الاهلي سواء على مستوى الاداره او حتى على مستوى الفريق فاعتقد اضافه جيده جدا وبرده الشغل مترجم على الارض حتى لو كان والشغل البدني فتره قليله طبعا ما شفنا له انعكاسات صحيح. ما بقيناش نشوف برده وان كانت الفتره قصيره بس فعلا ما بتشوفش لاعب تعب مش قادر يجري واقف اداؤه اختلف الشوط الثاني بالرغم من كتر السفريات وتلاحم المباريات بالظبط. لو حضراتكم ترجعوا كده بالذاكره فتره بسيطه خالص لمباراه سوبر اللي فرق مع النادي الاهلي في الشوط الثاني كان اللياقه البدنيه لان اكتر من لاعب من بيراميدز وقع بدنيا كان خلاص اصابات عضليه ولكن النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي حتى كان بيتمنى ان كل مباراه ما تبقاش 90 دقيقه تبقى 100 و120 عشان خاطر كده نتحسد بقى والله خلاص بقى يا كريم الحاجات دي ما بنقولهاش في الميديا قوي يعني نعدي عليها بسرعه. لا بس احنا سعداء طبعا بوجودك وسعداء بالنتيجه وان شاء الله يبقى وشك حلو علينا ويبقى في كلام كمان مع الاياب. انا اللي سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم ويعني مفاجاه جميله ان انا اول مره كنت مع حضرتك لوحدك تاني مره مع استاذ كريم ثالث مره مع استاذ بقى يعني نورت الحلقه ونورت الدنيا ربنا يخليك. انا مبسوط جدا بوجودك على خير باذن الله واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه باذن الرحمن يتجدد اللقاء بكره وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي صباح الفل.